هلا لو نبلش بالمثل تيشو، كلنا بنعرف فعليا باجسامنا في عندنا 3 تايبس اوف مثل. في عندي اول نوع اللي هم السكيلتال مثلز، وهم العضلات الهيكليه. هلا العضلات الهيكليه بشكل عام هي العضلات اللي بتكون متصله بالبون وبتكون مسؤوله عن الموفمنت لاجسامنا. النوع الثاني عندنا الكاردييك مثل، ومن اسمها ما بنلاقيها الا بالهارت فقط، بس ما بتلاقيها بمكان ثاني بجسمك. بينما النوع الثالث هو عبارة عن السموث ماسل. هلا دائما الطلاب بيكون عندهم مشكلة بالسموث ماسل، انه انا وين بلاقيها؟ دائما اربط السموث ماسل بالشغلات اللي جوا جسمك، بالانترنال ستراكشر لجسمك. على سبيل المثال بالاعضاء الداخلية للجسم، خذ على سبيل المثال الانتستين، ضمن الوول تبعها بجدارها رح اشوف سموث ماسل. رح تقول لي طيب انا ليش بدي سموث مسل؟ لانه انا بدي كونتراكشن فعليا داخل هاي الاجزاء من جسمنا عشان نساعد بحركه الطعام، نساعد بالتنفس. حتى البلود فيسل بالاوعيه الدمويه لإلنا جدرانها تحتوي على سموث مسل. هدول السموث مسل انقباضهم والريلاكسيشن تبعهم هو اللي بيسبب عندي انه هذا الوعاء الدموي يكون عندي كبير او صغير، ازيد تدفق الدم او اقلل تدفق الدم. فان جنرال في عندي 3 تايب اوف مسل، اعطيتك فكره عامه وين بشوفهم بجسمنا. هلا احنا شو مطلوب منا لماده الهيستولوجي؟ مطلوب منا اول شيء التمييز بيناتهم من حيث موضوع اراديه او لا اراديه. اراديه معناها فولنتري، لا اراديه معناها انفولنتري، يعني انت بتقدر تتحكم بهاي الحركه، بتقدر تتحكم بهاي المسل او لا. من الانواع الثلاثه فقط الفولنتري هي السكيلتال مسل، فقط انت اللي بتتحكم عندي بحركه العضلات الهيكليه، لكن السموث مسل ما بنتحكم فيها، الكارديك مسل برضه ما بنتحكم فيها. هلا النوع الثاني او الكرايتيريا الثانيه اللي بدنا نميز بناء عليها ما بين انواع المسل الثلاثه هو وجود الكروس ستريشن. نركز معي بهاي النقطه لو سمحت، خليها ببالك للامتحان. كل انواع العضلات تتكون عندي من خيوط الاكتن وخيوط المايوسن، وكلنا اخذنا بماده التوجيهي كيف بصير عندي انزلاق بين الاكتين والمايوسن عشان يصير عندي الانقباض. هلا كل العضلات الثلاثه فيهم اكتين ومايوسن، لكن طريقه ترتيب الاكتين والمايوسن بتختلف. فالسكيليتال والكارديك مسل، ركز معي كمان مره، السكيليتال والكارديك مسل تترتب الاكتين والمايوسن على شكل زي قطعه عضليه بنسميها الساركومير. بنلاقي انه الاكتين والمايوسن في بيناتهم overlapping، في بيناتهم تداخل. بسبب هذا overlapping وبسبب هذا التداخل رح نشوف انه السكيليتال والكارديك مسل تظهر cross striation، يعني فيها تخطيط عرضي، وهذا التخطيط بنشوفه لما اخذ مقطع طولي فقط في هذه العضلات. يعني لما تجرب تاخذ cross section او مقطع عرضي بالعضلات الهيكليه او العضلات الكاردييك ما بتقدر تشوف cross striation. الكروس ستريشن فقط بتشوفه لما ناخذ مقطع طولي، لكن السموث مسل من اسمها سموث يعني ما فيها كروس ستريشن. رح تحكي لي يعني ما فيها اكتن مايوسن؟ لا فيها اكتن مايوسن، لكن طريقه ترتيب هذا الاكتن والمايوسن ما بيكون في بيناتهم اوفرلابينج، فبالتالي ما عندي تخطيط عرضي يظهر تحت صور اللايت مايكروسكوب بشكل عام. هلا اهم وظائف المسل تشو بشكل عام، في عندي اربع وظائف اساسيه. في عندي اول شغله هي بتعمل الموفمنت، واخذنا هذا الكلام. الوظيفه الثانيه وهي اللي شوي غريبه علينا، انه انا دائما في عندي سلايد كونتراكشن باجسامنا. هلا هذا السلايد كونتراكشن هو اللي بحافظ عندي على حاله البالانس، برضه تعتبر هاي من وظائف المسل تشو. ثالث وظائف للمسل تشو هي بتعمل ستابلايزيشن للجوينت، بينما الوظيفه الرابعه بتعمل هيت جنريشن. وهون بدنا نوقف شوي عند الهيت جنريشن، وبرضه ركز معي للانتحار. هلا دائما لما يصير في عندي حاله هايبوثيرميا، ايش يعني هايبوثيرميا؟ يعني في عندي حاله انخفاض درجه حراره، جسمنا يشعر بالبرد. هلا فكره الموضوع بتلخص انه انا جسمنا في عنده ثيرموريسبتورز، مستقبلات حراريه، بحسوا انه انا في عندي انخفاض في درجه الحراره. بنبعث عندي سيالات عصبيه للدماغ، الدماغ بناء على ذلك بيبعث موتور امبلسز، او بيبعث عندي سيالات حركيه لمين؟ للسكيلتال مسل، بيقول لهم يا سكيلتال مسل بلشوا ارتجفوا على اساس احنا نولد هذا الهيت، نولد الحراره اللازمه للجسم. لكن ركز معي كمان مره، عند البيبيز، عند النيو بورن ما في هاي الميكانيزم.
يعني لسه هاي الميكانيزم انه انا احس انه في انخفاض حراره وابعث للبرين وارجع للسكيلتال المسل سيالات عصبيه، هذا الموضوع مش موجود عند البيبيز، لسه هاي الميكانيزم ما صار لها ديفلوبمنت عندها. طب راح تقول لي كيف البيبي بيعمل وبيعمل كنترول لحاله الهايبوثيرميا هاي؟ اتذكر انه انا في عندي عند النيو بورن نسبه عاليه من البراون اديبوز تشو، تحديدا براون. ليش البراون؟ لانه البراون وظيفته الاساسيه هي ثيرموجينيسيس، يعني هو مسؤول عن البرودكشن اوف هيت، فبتلاقي انه هذا البراون اديبوز تشو هو اللي بيعوض عدم وجود ميكانيزم الارتجاف هاي اللي موجوده عندنا. طبعا الفكره بالبراون اديبوز تشو انه موجود بنسب عاليه عند النيو بورن، وكل ما بتقدم فيك العمر اكثر بتقل نسبه هذا البراون اديبوز تشو. فخلي هاي المعلومه ببالك لانها جايه ربط ما بين عند الاديبوز وما بين المسل تشو. طيب خلينا نحكي معلومه مهمه جدا، اذا بنطلع على الاشكال الموجوده عندنا الثلاثه هذول عباره عن انواع المسل الثلاثه. رح تقول لي مثلا انا بس اشوف صوره كيف بدي اعرف انه هاي اي مسل؟ اول شغله بتيجي عينك عليها، هل انت شايف سيوف؟ هل انت شايف انابيب؟ اطلع معي على الرسمات الثلاثه. الرسمه الاولى اللي فوق شايف عندك تيوب قاعدين فوق بعض من بعض، اذا مجرد ما تشوف تيوب بالك بده يروح على نوعين فقط من المسل، نوعين مش ثلاثه. النوعين هم السكيلتال مسل والكاردياك مسل، هم اللي بنلاقيهم على شكل تيوب. عشان هيك كل خلية عضلية، كل تيوب انت شايفه بالصورة قدامك بنحكي له مسل فايبر. فالرسمة الأولى هي عبارة عن إما سكيلتال أو كاردياك، لسه أنا ما بعرف كيف أميز. الرسمة الثانية برضو أنا شايفة فيها تيوب، إذا أنا قدامي خيارين، هاي يا سكيلتال يا كاردياك مسل. طيب هلا السؤال المهم، ميزت إنها تيوب وراح بالي إنه هذه يا سكيلتال يا كاردياك، كيف أميز؟ بأبسط طريقة بتميز كالآتي: إذا شفت هدول التيوب عاملين برانشنج، عاملين تفرعات، اعرف إنه هاي عبارة عن كارديك مسل. فأول وأهم فرق بين التيوب تبعون السكيليتال والتيوب تبعون الكاردييك هو موضوع البرانشنج. إذا شفت الخلايا متفرعة بتحكي إنها كارديك مسل على طول، شفت التيوب ما فيهم تفرعات إذا هذه عبارة عن سكيليتال مسل. ثاني فرق بيناتهم انه دائما بتلاحظ ضمن السكيلتال المسل انه انويتهم جايه على الترفي، يعني وين جايه؟ جايه على الطرف. اذا الانويه الطرفيه تعتبر مميز جدا مهم للسكيلتال المسل. اعطيك هنت ثالثه، اذا بتطلع عندي هون بالرسمه اللي بالوسط رح تشوف خطوط لونها زهريه هيك قصيره، هاي الخطوط جايه زي زيجزاج زي الدرج، هاي تراكيب بنسميها الانتركاليتد ديسك، رح نحكي عنها إن شاء الله. بس مبدئيا بس تشوف هذا الخط اللي زي الدرج زي الزيجزاج اعرف انه هذا عبارة عن فيتشر خاص بالكاردياك مثل. فأنا صار في عندي تقريبا بنيت أفكاري انه أنا كيف أميز بين السكيلتال والكاردياك بشكل مبدئي. هلأ ميزنا بيناتهم، حلو. طب إذا ما شفت عندي تيوب رح تشوف عندك خلايا جاية فيوزي فور، إيش يعني؟ يعني خلايا سبندل، يعني خلايا مغزلية. شو يعني؟ اطلع معي على الرسمة الثالثة، كل خلية شايفها بتشوف انه الخلية منتفخة من الوسط ومدببة من الأطراف، هذا معناها خلية مغزلية سبندل ان شيب. دائما بسموت مصل بلاقيها على شكل سبندل شيب. طيب ناخذ كمان شغلة بتساعدني على التمييز، اذا بتطلع على الرسمة الاولى والثانية تعالوا نحاول نميز بيناتهم. الرسمة الاولى انا شايفة تيوب، شايفة انوية طرفية، مو شايفه الخلايا متفرعه، اذا هاي عباره عن سكيلتال مسل سيل. كل تيوب انت شايفه هاي عباره عن خليه عضليه واحده. احنا حكينا انه السكيلتال مسل الاكتين والمايوسين بتكون عامله اوفرلابنج، فبالتالي تحت الميكروسكوب انا شايفه هذا الكروس ستريشن، شايف هذول الخطوط التخطيط العرضي، هذا معنى كلمه كروس ستريشن. الرسمه اللي بالوسط انا شايفه خلايا برانشنج متفرعه، وشايفة هدول الخطوط اللي زي الدرج جايين سميناهم الانتركاليتد ديسك، إذا أنا حكمت مباشرة إنه هاي عبارة عن كارديك مسل. طيب برضو الكارديك مسل تظهر كروست ستريشن، واضح جدا عندك التخطيط العرضي، فبتأكد 1000000% إنه هاي عبارة عن كارديك مسل. كمان مرة، ليش السكيلتال والكارديك بيظهروا كروست ستريشن؟ بسبب طريقة تركيب الأكتين والمايوسين، بيكون في بيناتهم اوفرلابينج،
بينما إذا اطلعت على الرسمة الثالثة السموث مسل لا تظهر أي كروس ستريشن، لكن هذا لا ينفي إنه هي ما فيها أكتينومايوسين. لا، هي فيها أكتينومايوسين، لكن طريقة تركيبهم شوية مختلفة، ما بتظهر عندي كروس ستريشن. فهيك مبدئيا بنقدر نميز بيناتهم. هلا الإشي المهم جدا إنه كل تيوب أنت شايفه ضمن السكيلتال والكاردياك هي عبارة عن مسل سيل، يعني هذا التيوب كامل هو عبارة عن خلية عضلية واحدة فقط، وبحكي عنه مسل فايبر. طب رح تسألني سؤال، رح تقول لي مس السموث مسل مش موجودة على شكل التيوب، بقدر أحكي عنها مسل فايبر؟ آه بقدر أحكي عنها مسل فايبر، حتى لو مش موجودة على شكل تيوب، لكن كونها خلية عضلية فهذا كافي إني يخليني أحكي لها فايبر بشكل عام. طيب إذا المسل سيل بالنهاية هي خلية زي أي خلية ثانية بالحياة، إلها نواة، إلها سايتوبلازم، فيها أورجانيل. أهم الأورجانيل اللي موجودين داخل الخلايا العضلية هم الأكتين والمايوسين. يعني تخيل إنه الأكتين والمايوسين هم عبارة عن أهم أنواع الأورجانيل اللي موجودين داخل أنواع العضلات الثلاثة. هلأ الأكتين والمايوسين مع بعض بيحكوا لهم أحيانا المايوفيلمنت. مايو يعني عضلي، فالأكتين والمايوسين مع بعض هدول عبارة عن مايوفيلمنت. خليني أحكي لك قصة. ضمن جسمنا أي خلية بتكون differentiated متمايزة، يعني إلها function وإلها structure وأمورها تمام، هاي الخلية تفقد قدرتها على القيام بعملية الميتوسيس. فإذا حكيت لك وأنا خبرتك معلومة إنه المسل سيل هي عبارة عن highly differentiated cell، فاعرف إنه هدول ال highly differentiated cell كثير متمايزين، فقدرتها على القيام بعملية الميتوسيس قليلة جدا. فدائما لو اجيت سالتك سؤال اي خليه بالحياه خبرتك انها هايلي ديفرنشيتد وقلت لك هل هي بتقدر تعمل مايتوسيس، احكي لي لا. ليش؟ لانها كثير ديفرنشيتد. بينما لما تكون الخلايا السبيشاليست لها شويه قليله، لو سبيشال ديفرنشيشن لها قليل، فاعرف انه السل عندها قدره انها تعمل عمليه المايتوسيس. من حيث التصنيف المسل سيلز بشكل عام هي highly differentiated cell. طيب هلا الإشي الحلو بالمسل تيشو انه انا بقدر اسمي البلازما ممبرين للخليه العضليه باسم عشان اميزها شوي، بقدر اسمي السيتوبلازم للخليه العضليه باسم، بقدر اسمي مثلا الاندوبلازميك ريتيكولم باسم. فدائما الغشاء البلازمي للخليه العضليه بنسميه ساركولما، لما يعني ممبرين، بينما السيتوبلازم للخلية العضلية بنسميه ساركوبلازم، بينما الاندوبلازميك ريتيكولوم بنسميها ساركوبلازميك ريتيكولوم. فمقطع ساركو صار شوي سبيسيفيك بدماغي انه هذا للمسلز دونا عن غيرها. هلا نوع الشبكة الاندوبلازمية، بتتذكر انه احنا في عندنا نوعين، في عندي رف اند سموث. النوع اللي تحديدا بنركز عليه بالعضلات هو السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. ليش الملساء؟ لانه ايام البايو 1 اخذنا انا وياكم واحد من وظائف السموث اندوبلازميك ريتيكولوم انها بتعمل تخزين لايونات الكالسيوم، واحنا بالتوجيهي اخذنا انه ايونات الكالسيوم جدا مهمه لانقباض الخلايا العضليه. فشوف دائما سبحان الخالق فيما خلق، كيف اي ستراكشر بجسمك مو جاي عبث. موضوع انه خلايا المسل بشكل عام فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولوم جايه من وين؟ جاية من حاجة الجسم لوجود أيونات الكالسيوم أثناء عملية الانقباض. فهاي معلومات عامة عن المسل بشكل عام. خلينا نبلش هلأ بالسكلت المسل. خبرتك قبل هيك أنه السكلت المسل هي عبارة عن عضلات هيكلية بتكون متصلة دائما بالبون. فإذا بتطلع عندي على هذا الشكل، هذه عبارة عن خلية عضلية متصلة بالبون. دائما مكان الاتاتشمنت أو مكان ارتباط العضلة بالبون هو عبارة عن التندون، واخذناه من ايام الكونكتيف تيشو. تتذكر لما حكينا التندون هو عباره عن دنس تايب اوف كونكتيف تيشو، وتحديدا كان عباره عن دنس ريجولار كونكتيف تيشو. حلو، اذا انا اذا بتطلع على اتصال المسل بالبون راح تشوف عندي تو تندونز، في عندي تنين تندون كل واحد بثبت العضله من طرف، وفي عندي الجزء الاوسط اللي انا كاتب عنده بلي. بلي معناها هو الجزء اللي لونه رد من المسل، هاي هو الجزء المنتفخ من هاي المسل اللي انت شايفه بشكل عام.
فالبلي بشكل عام هي عبارة عن الميدل ريجن، هي المنطقة الوسطية من العضلة، دائما بتكون ثيك إذا بتلاحظ منتفخة سميكة، وبيكون لونها ريد، بينما أطراف العضلة تثبت بالبون من خلال تندون. نسأل حالنا سؤال، هلا المثل كم تندون لازم يكون عندها؟ على الأقل لازم يكون عندها تو تندون، واحد بثبتها من فوق وواحد بثبتها من تحت. التندون هذا ايش هو؟ هو عبارة عن كونكتيف تيشو. دنس ولا لوز؟ هو دنس كونكتيف تيشو على الأكيد. تمام الأمور لحد هون؟ هلا شو وظيفة هذا التندون؟ حكينا هذا التندون بيعمل اتاتشمنت أو بثبت هاي المسل بالبون اللي هو موجود عليها. طيب إذا بتلاحظ على الرسمة برضه التندون ظاهر عندي بلون وايت. ليش وايت؟ لأنه فيه كولاجين 515. خلينا شوية نحكي عن نشأة السكيلتال المسل. هلأ إحنا بطلنا نحكي عن أشياء عامة، إحنا الآن نحكي عن السكيلتال المسل. خلينا شوية نحكي عن نشأة السكيلتال المسل ومن أين تنشأ السكيلتال المسل، وهاي لو سمحت يا مس ركز عليها لأنه فهمك للسكيلتال بيبني فهمك للأنواع الثانية من المسل. هلأ السكيلتال المسل يا مس تنشأ من ميزينكيمال سيلز، يعني الأصل لإلها هم عبارة عن ميزينكيمال سيلز. وبتتذكر ان الميزينكيمال سيلز هم عباره عن امبريونيك تشو. هدول الميزينكيمال سيلز ببلش فيهم الموضوع من خلال حدوث عندي عمليه ايش؟ عمليه ديفرنشيشن. فدائما لما يكون نقطه البدايه لك الميزينكيمال سيلز، اعرف انه هدول الميزينكيمال سيلز رح يتعرضوا لعمليه الديفرنشيشن. ديفرنشيشن ينتج عنه خلايا بنسميها المايوبلاست. اذا بتطلع على الشكل المايوبلاست واضحه عندك جدا هدول الخلايا. هلأ بعد هيك هدول المايوبلاست بيعملوا فيوجن، بيندمجوا مع بعضهم البعض عشان يعطوني أنابيب اسمها المايوتيوب. إذا أنا بلش شوية يتكون عندي فكرة إنه السكيلت المسل نشأت من اندماج أكثر من خلية مع بعضها البعض. فإشي طبيعي أتوقع إنه السكيلت المسل تكون عبارة عن مالتي نيوكليوتيد سيل، صح؟ لأنه أنا إيش عاملة؟ أنا عاملة فيوجن بين كذا خلية عشان أطلع هاي خلية العضلة الهيكلية، فإشي طبيعي ألاقيها مالتي نيوكليتد سيل. طيب نرجع لموضوعنا، بلشنا بميزينكيمال، عملنا لها ديفرنشيشن، أنتجنا المايوبلاست، المايوبلاست اندمجوا عشان يعطوني هذا المايوتيوب. هلا إذا بتطلع على المايوتيوب هو مش جاي على شكل تيوب بالضبط، يعني هو مش جاي أنبوب أموره تمام وقطره موحد، لا. فعشان هذا المايوتيوب نحوله لخلية عضلية، أنا في عندي عملية ديفرنشيشن تانية. إذن تنتبه على المايوتيوب هذا اللي بالوسط، شكله مش منتظم، مش على شكل فايبر، الدايامتر تبعه قطره مش يونيفور، مش موحد. فأنا بروح بعمل له عملية ديفرنشيشن عشان أعطي هذا الشكل الثالث اللي هو عبارة عن المسل سيل. هلا شايف هذا الشكل الثالث، الخط كامل، هاي عبارة عن خلية عضلية واحدة، هاي عبارة عن مسل سيل واحدة، بقدر أحكي لها أحيانا مسل فايبر. وأقنعتك ليش أنا بسميها مسل فايبر. إذا بتنتبه على هذا المسل فايبر بتلاحظ إنه سلندريك إن شيب، جاي على شكل أسطوانة، بتلاحظ إنه مالتي نيوكليتد. وأقنعتك ليش مالتي نيوكليتد؟ لأنه بالأصل نتج عن عملية فيوجن، عن عملية اندماج أكثر من خلية. الشغلة الثالثة حكيت لك إنه بالغالب بتكون السكيلتال مسل سيلز الأنوية إلها جاية على البريفري. لما أحكي لك جاية على البريفري يعني جاية على الطرف، يعني مباشرة بلاقيها تحت البلازما ممبرين. طب إحنا بطلنا نحكي بلازما ممبرين، سوري، صرنا نحكي ساركولما لأنه شوية كنا دقيقين في التسمية. فتحديدا الأنوية تقع تحت الساركولما لهدول الخلايا. إشي طبيعي هذه المسل سيل أسميها مسل فايبر، واقتنعنا بهذا الكلام. هلأ إذا بتطلع هون جنب المسل سيل أو المسل فايبر، في عندي خلايا صغيرة اسمها ساتلايت سيل. خليني أحكي لك شغلة. هلأ أنا ذكرت لك سابقا إنه السكيلتال مسل أو المسل بشكل عام هم عبارة عن هايلي ديفرنشيتد سيل، يعني خلايا إشمالها متميزة. وقلت لك إنه الخلية لما تكون differentiated بقدرتها على عملية الميتوسيس قليلة. طب افرض إنه صار في عندي injury داخل مسل تيشو، مين بده يروح يصلح هذا الدامج؟ ما دام خلايا السكيلتال مسل ما بتقدر تعمل عملية الميتوسيس لأنها differentiated. هون بيجي دور هدول الساتلايت، في حالة حدوث injury معين
رح نلاحظ انه هدول الساتلايت سيل بيروحوا بيعملوا فيوجن، بندمجوا بيروحوا بيعملوا ديفرنشيشن وبيكونوا لي خلية عضلية جديدة. فدائما اربط ببالك، لو كان عندي تشو خلايا ديفرنشيتد يعني ما بتعمل مايتوسيس، يعني لو صار في عندي انجري او دمج ما بقدر اصلحه، اعرف انه في عندي بديل، في عندي خلايا اضافيه. في حاله سكلت المسل في عندنا احنا ساتلايت سيل، هدول الساتلايت سيل بندمجوا مع بعضهم البعض وبيروحوا بيصلحوا هذا الدمج. لكن لو سالنا حالنا سؤال، يعني قدره الساتلايت سيل على الريبير عاليه ولا واطيه؟ بدي اخبرك معلومه، الساتلايت سيل موجودين ضمن فيو نمبرز، ضمن اعداد قليله، فبما انه عددهم قليل اذا قدرتهم على الريبير ايش مالها؟ لو بشكل عام. هلا ايش رح نعمل انا وياك؟ رح نروح انا وياك على احد انواع السكلتال المصري بجسمك ولتكن البايسب، وناخذ فيها كروس سكشن او مقطع عرضي ونشوف انا شو ممكن الاقي داخل هاي المصل. اطلع معي يا مس. الدائره الكبيره هاي، هاي الدائره الكبيره هي عبارة عن المسل سيل كاملة. جوا الدائرة الكبيرة في عندي دوائر صغار، في عندي بندلز، في عندي حزم. إذن الخلية العضلية، لو سمحتوا في حد فاتح معي، شكرا لكم. الخلية العضلية كاملة هاي يا مس، كاملة مقسمة من الداخل إلى بندلز إلى حزم. هلأ الخلية العضلية كاملة من برا تحاط عندي بنوع من انواع الكونكتيف تيشو بنسميه الابي ميزيوم. جوا هاي العضله في عندي بندلز، في عندي حزم، كل حزمه تحاط عندي ببيري ميزيوم، وكل بندل انا عامله عليها زوم هون مكونه عندي بالاصل من مجموعه من الخلايا العضليه اللي بنحكي لهم ماسل سيل او ماسل فايبر. كل وحده من هدول الماسل فايبر تحاط عندي برضو بكونكتيف تيشو اسمه اندوميزيوم. فكيف بدنا نبلش بالتقسيم؟ برا منبلش عندي بإبيميزيوم اللي هي العضلة كاملة، كل بندل محاطة ببريميزيوم، كل خلية عضلية محاطة عندي بإندوميزيوم. بس ركز معي بشغلة بدي أحكي لك إياها للسكيليتال وما بعدها. أي نوع من التيشوز اللي موجودة بجسمك تقسم بطريقة البندلز هاي، بتلاحظ انه الكونكتيف تيشو اللي موجود برا اللي في حالتنا هاي اسمه الابيميزيوم بيكون كتير دنس. ليش كتير دنس؟ لانه هو بده يعمل هولد لكل هاي العضله، بده يجمع كل هاي العضله مع بعضها البعض. لما تدخل جوا هذا الابيميزيوم بيصير عندي ايش؟ بصير عندي بيريميزيوم اللي هو حوالين البندل. هذا البيريميزيوم بيصير ليس دنس مقارنه مع الابيميزيوم، يعني كل ما تدخل ديب اكثر هاي الدنسيتي للكونكتيف تيشو بتقل. ادخل جوا اكثر، ادخل على المسل فايبر، حكينا تحاط بايش؟ تحاط عندي باندوميزيوم. هذا الاندوميزيوم ببطل دنس كونكتيف تيشو، بيصير لوز كونكتيف تيشو. ليش لوز؟ سؤال قوي، لانه المسل سيل بالنهايه بدها تاخذ النيوتريانت والاكسجين من الدم اللي واصل لها، وبدها تطلع الويست تبعونها، بده يوصلها نيرف سبلاي وما الى ذلك. هلا كيف لو كان عندي هذا الاندوميزيوم عباره عن دنس كونكتيف تيشو، كيف بدها تصير عمليه الدفيوجن؟ ما بتصير عمليه الدفيوجن. فدائما حط ببالك انه عند الخليه نفسها، عند السل نفسها، دائما الكونكتيف تيشو اللي بيكون حواليها بيكون لوز تايب اوف كونكتيف تيشو، عشان يسهل عندي عمليه الدفيوجن والخليه هاي تاخذ حاجتها من كل شيء بيلزمها. فلحد هلأ تعلمت أنا وياك إنه في عندي 3 type of connective tissue موجودين ضمن structure لهاي skeletal muscle. منبلش من برا بالإبيميزيوم، بيكون كتير دن. ندخل حوالين البندل، حوالين الحزمة، منلاقي البريميزيوم، هو دنس على عيني وراسي لكن الدنس تبعته بتقل. لما أدخل جوا حوالين جوا البندل في عندي مجموعة muscle fiber، كل fiber يحاط بإندوميزيوم، وهذا الاندوميزيوم يعمل عباره عن لوز كونكتيف تيشو عشان يسهل عندي عمليه الدفيوجن. هلا الاشكال هاي بتوضح لك التراكيب كامله. بتلاحظ هون الابيميزيوم يحيط بالعضله كامله اللي لونه اخضر، هون عندي البريميزيوم يحيط عندي بكل بندل، واذا بتطلع هون هاي كل سل محاطه عندي باندوميزيوم. هلا واضح جدا عندك انه هاي عباره عن سكيلتال ماسل سيل،
كيف يا مس عرفتي؟ أول إشي واضح عندي كروس ستريشن، شوف الخطوط اللي لونهم جراي هدول، هذا كروس ستريشن يظهر بسبب وجود اوفرلابينج ما بين الاكتين والمايوسين. تمام. ثاني شغله بلاحظ انه الخليه مالتي نيوكليتد، وفسرنا انها مالتي نيوكليتد لانه ببساطه نتجت عندي من عمليه فيوجن لمجموعه من الخلايا. ثالث شغله والكثير واضحه والكثير مميزه انه الانويه وين جايه؟ على الطرف بريفرال نيوكليا. فبتلاحظ انه الانويه موجوده على الطرف وتحديدا تقع تحت الساركولمة، تحت الغشاء البلازمي لا خلايا العضلات الهيكليه. فواضح عندي جدا انه هاي عباره عن سكيلتال موسل. هلا هذا الشكل هو عباره عن موسل سل وحده، يعني انا اخذت واحد من هدول الفايبرز اللي موجودين داخل السكيلتال موسل بدي ادرس تركيبه. خلينا نبلش نفهم ايش اللي عم بصير فعليا. احنا عم نحكي انه الموسل سل تحديدا السكيلتال موسل سل زيها زي اي خليه بالحياه. هذا التركيب كامل اللي انت شايفه هاي خلية كاملة، واضح عندك ان الخلية هاي جاية سيلندريكال ان شيب، اسطوانية الشكل، واضح جدا عندك البلازما ممبرين تبعها. بطلنا نحكي له بلازما ممبرين، شو صرنا نحكي له؟ صرنا نحكي له ساركولما. طيب هلا جوا هاي الخلية في عندي اورجانيل، وحكيت لك اهم هدول الاورجانيلز هم الاكتين والمايوسين، وبطلنا نحكي لهم اكتين ومايوسين، علينا الليفل شوي صرنا نحكي لهم مايوفيلمنت. فانت فعليا بتشوف المايوفيلمنت مرتبه على شكل تراكيب، انت واضح جدا على شكل فايبرز صغار بنسميهم المايوفايبرل. يعني انت شايف هدول الفايبرز اللي قدامك، هدول مش مسل سل يامس، لا هذه جوا المسل السل الوحده برضه بنشوف انابيب، هدول الانابيب بنسميهم مايوفايبرل. فايبرل يعني تصغير فايبر. فالمسل فايبر هاي الخلية الوحدة فيها أورجانيل، هدول التراكيب الطولية بنسميهم مايو فايبرل. إذا لو سألتك سؤال مين أهم الأورجانيل اللي موجودين داخل سيتوبلازم الخلية السكيليتال، رح تقول لي يا مس هم هدول المايو فايبرل المكونين عندي بشكل أساسي من المايو فيلمنت اللي هم الأكتين والمايوسين. طب ركز معي بالشكل، تلاحظ الشكل فيه خطوط لونها أحمر وخطوط لونها أزرق. الخطوط اللي لونها احمر هاي عباره عن الثيك فيلمنت اللي هي الخيوط السميكه، وهي بشكل اساسي عباره عن المايوسين. واللي لونها ازرق هاي عباره عن الثين فيلمنت اللي هي الاكتين. ولاحظ كيف الاكتين والمايوسين في بيناتهم اوفرلابنج، في بيناتهم تداخل. هذا التداخل ادى الى انتاج عندي الكروس ستريشن او التخطيط العرضي للسكيلتال مسل سيل. باي ذا واي نفس الترتيب هذا اللي انت شايفه قدامك رح نطبقه على الكارديك مسل، عشان هيك بقول لك افهم مبدا السكيلتال مسل لانها بتسهل عليك الكارديك مسل كثير. طيب هلا اذا بتطلع على هذول المايوفايبرل جوا كل فايبرل منهم، يعني جوا كل اسطوانه انت شايفها، تلاحظ انه النمط الترتيب متكرر. هذول القطعه الواحده بنسميهم الساركومير، والساركومير هاي بتعمل ريبيتنج عشان تطلع لي هاي الاسطوانه اللي اسمها المايوفايبرل. كمان شوي ان شاء الله انا راح اخذ انا وياك شو هي الساركومير، لكن مبدئيا بدي اياك تاخذ انه هي عباره عن يونت، هاي اليونت بتكون ريبيتد متكرره على طول هذا المايوفايبرل. تركيبها الاساسي هو عباره عن اوفرلابنج او تداخل ما بين الاكتين والمايوسين. الاكتين والمايوسين هم المايوفيلمنت اللازمه لحدوث عمليه الكونتراكشن وانقباض الخلايا العضليه بشكل عام. اذا بنطلع على الشكل هذا فهو عباره عن تكرار لما سبق، الشكل اللي من فوق هاي عباره عن خليه عضليه واحده. برجع بتاكد للمره الالف انها سكيلتال مسل سيل، كيف عرفنا؟ بكفي اني انا شايفه الانويه وين جايه؟ على البريفري على الاطراف. جوا هاي الخليه في عندي اورجانيل، أهم هدول الأورجانيلز هم هدول الأنابيب الصغيرة اللي اسمهم المايوفايبرل. من إيش مكون المايوفايبرل؟ من وحدات متكررة اسمها الساركومير. هذه الساركومير من إيش متكونة؟ من حدوث أوفرلابينج أو تداخل ما بين الأكتين والمايوسين. شوف يا مس هذه هي الساركومير، شوف كيف عندي مكررة على طول المايوفايبرل، والساركومير بتوضح عندك حدوث أوفرلابينج أو تداخل ما بين الأكتين والمايوسين. كمان شوي راح ادرسها انا وياك ان شاء الله بالتفصيل الممل. هذه هي الساركومير ما بعدنا عنها ابدا.
هلا اذا بتطلع على الشكل اللي انت شايفه قدامك، هاي اللي انا بدي اعمل زوم عليها لحد هدول الحدود، هذه عباره عن ساركومير واحده، اللي جنبها ساركومير ثانيه، واللي جنبها ساركومير ثالثه. ريبيتنج من هدول الساركومير يؤدوا الى انتاج المايوفايبريل، اللي هي اهم انواع الاورجانلز اللي موجوده عندي داخل السيليكا الان، كارديك ماسل سيلز. وتذكر اني ما جبت سيره السموث، السموث ماسل سيلز ما فيهم الساركومير، ما فيهم هذا الاوفرلابينج، يعني ما فيهم التروستريشن تحت الميكروسكوب. نيجي شوي زوم اكثر على الساركومير. الساركومير هو عباره عن نوعين من الخيوط. الخيوط اللي لونها ازرق هاي عباره عن ثين فيلمنت، اللي هي خيوط الاكتن، واللي بالنص هذول اللي لونهم احمر هذول عباره عن الثيك فيلمنت اللي هم خيوط المايوسين. طيب تعالوا شوي انا وياكم نفهم ايش اللي عم بيصير. إذا بتطلع هون على هذا الخط الزجزاج، هو عبارة عن خط كل آكتن فيلمنت، كل خيوط الآكتن راح تمسك بهذا الخط. يعني هذا الخط لو بدي أتخيله هو عبارة عن خط، هذا اللي اسمه زد لاين، هون اسمه الزجزاج هذا. كل خط هذا الزد لاين فعليا بدي أتخيل إنه فيه عليه بروتينات، هدول البروتينات قدرت الآكتن تيجي ترتبط معهم من هذا الطرف. على الطرف الثاني بنطبق نفس الكلام، في عندي خط زجزاج، هذا الخط اسمه زد لاين، مكون عندي فعليا من بروتينات، هدول البروتينات بتيجي الاكتن بتربط عليهم. حلو. هلا عامل اوفرلابنج مع الثين فيلمنت، هدول الخيوط الحمراء اللي هم المايوسين. هلا كيف ميزت انهم مايوسين؟ اول شيء انهم ثيك سميكه، ثاني شيء في عليهم زي هيد رؤوس، شايف هدول النقط اللي طالعه منهم، هدول عباره عن ايش؟ هدول عباره عن المايوسين هيد. واكيد اقل 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 معلومه ممكن تكون سمعناها بالتوجيهي هي كلمه رؤوس المايوسين، هدول هم رؤوس المايوسين. هلا اذا بتطلع بالنص في عندي خط اسمه الام لاين، بس ايش هذا الام لاين؟ اذا بتطلع هذا عباره عن خط كل المايوسين اجت ترتبطت عليه بالنص. يعني بقدر اتخيل انه هذا الام لاين هو عباره عن خط فيه مجموعة من البروتينات اللي بتقدر المايوسين ترتبط عليها. كيف حكينا الزد هو عبارة عن خط فيه بروتينات بتقدر الآكتن، بنفس الطريقة بنعرف الام لاين هو خط فيه مجموعة من البروتينات، هدول البروتينات تقدر ترتبط على هدول المايوسين فيلمنت عشان تعمل لي هذا الام لاين. فبالتالي صار عندي الساركومير واضح جدا شو تركيبها، هو عبارة عن اوفرلابنج كمان مره، تداخل ما بين الاكتن والمايوسين. هلا الساركومير الوحده بنلاقيها جايه ما بين تو زد لاينز، يعني الساركومير الوحده محصوره ما بين تو زيجزاج لاينز، هدول اسمهم الزد لاين. كمان مره، الزد لاين هو عباره عن خط فيه بروتينات تقدر الاكتن ترتبط عليها. في وسط الساركومير في عندنا خط اسمه الام لاين، هذا اللاين فيه بروتينات تقدر المايوسين ترتبط عليها. ركز كثير عليهم للامتحان، لانه ممكن ابسط سؤال يجينا which of the following is true which of the following is false، مين صح ومين خطا. فبالتالي لو عرفنا لك الزد لاين بتقول هي الاكتن عم ترتبط عليها، لو عرفنا الام لاين بتكون المايوسين عم ترتبط عليها. من حيث اللوكيشن الزد لاين جاي على اطراف هاي الساركومير، الام لاين وين انت شايفه؟ شايفه بالميدل صح؟ شايفه بمنتصف هاي الساركو، فهاي معلومة كثير مهمة. طب خلاصة الموضوع، الام لاين هو عبارة عن لاين، ركز معي بالتعريف يا مس لو سمحت، الام لاين هو عبارة عن لاين موجود عندي بميدل بمنتصف الساركومير، وهو عبارة عن aggregation of myosin binding proteins، يعني هو بروتينات تقدر الميوسين ترتبط عليها. الزد لاين هم عبارة عن تو لاينز موجودين على أطراف الساركومير يحتوى على aggregation من الاكتن binding proteins، يعني الاكتن ترتبط بالزد لاين والمايوسين ترتبط عندي بمين؟ بهذا الام لاين. بنفس الآلية رح أدرس أنا وياكم موضوع الساركومير تحت الالكترومايكروسكوب. لما إجينا ندرس هذا الساركومير تحت الالكترومايكروسكوب ظهر عندي شغلة غريبة. ظهر عندي إنه في عندي حزم عم تظهر على شكل دارك باند، يعني لونها غامق، وفي حزم عم تظهر على شكل لايت باند. باي ذا واي كيف عرفتي انه هاي عباره عن الكترون مايكروسكوب ايمج؟ رح احكي لك ببساطه، لانه العينه مش مصبوغه صح. دائما الكترون مايكروسكوب يعتمد مش على وجود ستيننج، مش على وجود اليات ستين، لا،
يعتمد على وجود فرق بالدنسيتي ما بين هدول المناطق. طيب حلو، بتلاحظ انه في عندي باند هيها جاي لونها دارك اللي عملت عليها زوم، وباند ثانيه جاي لونها لايت فاتحه وغامقه. هلا الساركومير، اطلع معي على الخط الاخضر، الساركومير بتشوف انه الساركومير الوحده غطت باند غامقه كامله ونص باند فاتحه من الطرف اليمين ونص باند فاتحه من الطرف الشمال. حلو، يعني هذا الخط ممكن اسميه زد لاين على فكره، وهذا الخط ممكن اسميه زد لاين. شو عرفني؟ لانه انا محددت لك اطراف الساركومير، قلت لك انه اطراف الساركومير جايه هون وهون، فهذا عباره عن الزد لاين الاول وهذا عباره عن الزد لاين الثاني. اذا الساركومير الواحده يا مس تشغل دارك باند كامله ونص دار نص عفوا نص لايت باند من اليمين ونص لايت باند من الشمال. حلو، هلا الدارك واللايت باند، هلا بسميه بقول لك ليش هم هيك، بس مبدئيا الدارك باند بنسميها اي باند واللايت باند بنسميها اي باند، يعني الغامقه اسمها اي والفاتحه اسمها اي. الساركومير الوحده هي وحده غامقه بالنص ونص فاتحه على الطرف اليمين ونص فاتحه على الطرف الشمال، يعني كانها عباره عن اي باند كامله ونص اي باند على اليمين ونص اي باند على الشمال. فهي معلومه جدا مهمه. في حدا هون عنده مشكله بالموضوع او عنده سؤال حوالين هاي الشغله؟ لانه كثير مهم انه احنا نفهمها. طيب هلا ايش رح نعمل؟ رح نعمل اسقاط انا وياكم ما بين رسمه الالكترون مايكروسكوب اللي طلعت معي وما بين الشكل اللي احنا متعودين نرسمه للساركومير. لاحظ معي يعني هذا الخط اللي هون على طرف الساركومير، عم اعمل اسقاط لتحت، بتلاحظ انه هو مطابق للزد لاين، وانا حكيت لك هاي المعلومه، فبالتالي بتاكد انه هذا الخط هو عباره عن زد لاين. طيب الزد لاين ايش هو كمان مره؟ هو عباره عن لاين موجود على اطراف الساركومير يحتوي على بروتينات، هدول البروتينات هم عباره عن اكتين بايندينج بروتينز. بنفس الكلام للسايد الشمال، هذا الباند هذا الخط هو عباره عن زد لاين، عمل اسقاط اذا مزبوط. هذا عباره عن زد لاين. كمان مره ايش هو الزد لاين؟ خط موجود على اطراف الساركومير عفوا، وهو عباره عن اكتين بايندينج بروتين. طب حلو، هلا جوا الاي باند، هاي جوا البندل السميكه الدارك، اعمل اسقاط بنص الاي باند، في عندي خط، هذا الخط اللي بنص الاي باند يوافق الام لاين. الام لاين كمان مره ايش هو؟ هو خط وين موجود؟ بالميدل ولا اللي على الطرف؟ لا بالميدل بالنص. هو مكان ارتباط للاكتين ولا للمايوسين؟ لا يا مس، هو مكان ارتباط للمايوسين. إذا للمرة الألف رح أرجع أحكي لك إنه الساركومير الواحدة، ركز فيها ممكن يجيك سؤال بالامتحان، الساركومير الواحدة بتمثل عندي أي باند كاملة، يعني باند غامقة كاملة، ونص أي باند على اليمين ونص أي باند على الشمال. شوف معي بالله كيف الفكرة بالموضوع. هلأ الأي اللايت باند بشكل عام هي بتمثل مناطق وجود الأكتين اللي مش عاملة overlapping مع المايوسين. ركز فيها شوي. اللايت باند إيش هي؟ هي مكان وجود الأكتين اللي مش عامل overlapping مع المايوسين. فواضح جدا عندك من الرسمة إنه هي ليش لايت أصلا؟ لأنه ما صار في عندي overlapping بيناتهم. طيب خليني أحكي لك شغلة. بمنتصف الدارك باند اتفقنا، يعني بمنتصف الأي باند حكينا إنه إحنا في عندنا لاين، هذا اللاين سميناه الإم لاين. بينما بمنتصف الاي باند في عندي خط، هذا الخط يمثل احد الزد لاين اللي موجودين هون. طيب ليش الدارك باند اسمها اي وليش اللايت باند اسمها اي؟ هون السؤال المهم. الموضوع يا مس يعتمد على مرور الضوء عبر هدول العينات بشكل عام. هلا لما يجي عندي اللايت ويمر عبر تك فيلمنت، يعني لما يمر عبر المايوسين، يعني لما يمر عبر الاي باند، هلا هذا الضوء ما بيقدر يمر فريلي بيناتهم، يعني ما بيقدر يمر بسهوله، فعشان هيك بتلاحظ انه معظم الضوء بيصير له ادسورشن او ريفلكشن. لكن ضمن اللايت باند، بما انه اللايت باند هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن ثين فيلمنت. لما يجي عندي الضوء يمر عبر الثين فيلمنت، مش شيء طبيعي هذا الضوء يمر بكل سهوله، فالباند بتظهر عندي بشكل لايت. فسبب اللايت والدارك وهذا المظهر
هو انه المايوسين بتمنع مرور الضوء نوعا ما، فبتظهر عندي الدار، بينما الاكتين بسمح بالمرور بكل سهوله فبتظهر عندي بشكل لايت باند. كمان مره الساركومير، اذا هي عباره عن اي باند كامله، نص اي باند على اليمين ونص اي باند على الشمال. هلا اذا بتلاحظ حوالين الام لاين، هذا وين الام لاين؟ تعالوا نعمل ليبل للام لاين، هو عباره عن الخط اللي موجود بمنتصف الاي باند. حلو. هلا بمنتصف الاي باند في عندي خط اسمه الام لاين، واضح معك جدا بهذا الزوم. هلا هاي المنطقه اللي بتكون سنترال اللي موجوده حوالين الام لاين، انت شايف منطقه نوعا ما لايت، يعني هيك فاتح لونها، هاي المنطقه بسموها الاتش زون. اذا حوالين الام لاين في عندي منطقه لونها فاتح بنسميها الاتش زون. كمان مره هذه عم بتوضح لك التركيب، شوف عندي الخط الزجزاج اللي لونه ازرق، هذا عباره عن الزد لاين. اذا الساركومير تقع ما بين تو زد لاين، تلاحظ انه في عندي باند اي كامله بالنص، ونص اي باند على اليمين ونص اي باند على الشمال، هذه نص اي باند على اليمين، هذه نص اي باند على الشمال، واللي بالنص عندي الاي باند. خلينا هلا ندرس انا وياه تركيب الثن اند ثيك فيلمنت. اذا هلا صار عندي تصور انه الاكتين والمايوسين تترتب على شكل ساركومير، الساركومير بيبين عندي حدوث اوفرلابينج ما بين الاكتين والمايوسين، وهم الخيوط المسؤوله عن عمليه الكونتراكشن. طب مس سؤال، شو هذا الاكتين والمايوسين؟ كيف اشكالهم؟ تعالوا نشوف انا وياك فعليا. هلا لما احكي لك كلمه ثيك فيلمنت، انا مش قصدي فيها مايوسين واحده، الثيك فيلمنت يا مس فعليا هي عباره عن تجمع لحوالي 300 مايوسن مع بعضهم البعض. يعني كلمه ثيك فيلمنت هي عباره عن 300 جزيء مايوسن مع بعضها البعض. فهذا اللي انت شايفه قدامك هذا عباره عن ثيك فيلمنت فيه 300 جزيء مايوسن. هلا المايوسن الواحد هو بهذا الشكل الصغير، هذا المايوسن الواحد، جيب جمع منه حوالي 300 مولكيول بيظهر عندك الثيك فيلمنت. هذا المايوسين الواحد من ايش مكون؟ مكون عندي من جزئين، مكون عندي من تيل، ومكون عندي من تو هيد. مكون عندي اذا من تيل اند تو هيد. طيب ممتاز. هلا التيل والهيد هذول تكونوا بالزمانات عندي من ست سب يونت. يعني لو جيت سالتك المايوسين من كم سب يونت مكون، وبتقول لي يا مس هو مكون من ستة سب يونت، تنتين منهم بنسميهم الهيفي تشين، واربعه بنسميهم لايت تشين. طب مس ايش هدول؟ مس التنتين هيفي تشين هم فعليا التيل، يعني التيل هاد هو عباره عن تنتين هيفي تشين، بينما هلا حكينا توتال السب يونت سته، اخذنا منهم تنتين سميناهم هيفي، قلت لك هدول بيكونوا التيل. طب حلو، الاربعه اللي ضلوا من توتال السته كل تنتين منهم بيعملوا هيد، فبالتالي الهيد الاول هو عباره عن تنتين لايت تشين، والهيد الثاني هو عباره عن تنتين لايت تشين. فبشكل عام هذا هو تركيب الثيك فيلمنت. كمان مره الثيك فيلمنت هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن مجموعه من المايوسن بيوصل عددهم ل 300. المايوسن الواحد فيه جزئين، جزء اسمه تيل وجزء اسمه هيد. التيل هذا مكون عندي من تو هيفي تشين، والهيد هم عددهم اثنين، كل واحد مكون من تو لايت تشين، فبالتالي بالمحصله انا في عندي فور لايت تشين. نيجي هلا على التن فيلمنت، وشوي ركزي عليها للامتحان لانه فيها مجموعه مصطلحات خليني اقول لك قريبين من بعض. هلا التن فيلمنت هو عباره عن الاكتن فيلمنت، لكن فعليا شو هذا الاكتن فيلمنت؟ مس ركز معي على الرسمه. اللون الاحمر رح تشوف انه انا فعليا عندي زي تو ستراند لافين حالهم حوالين بعضهم البعض. هدول التو ستراند اللي لافين حالهم حوالين بعضهم البعض فعليا هذا هو الاكتن. اذا بتلاحظ انه الستراند الوحده هي عباره عن مجموعه دوائر، يعني انت روح جيب عندك مسبحه، مسبحه يعني وحده هيك خيط واحد، ومسبحه ثانيه ولفهم حوالين بعض، اذا هذا عباره عن الاكتن. هلا المسبحه الواحده هي مجموعه من الدوائر، كل دائره منهم بسميها جي اكتن. شو يعني جي؟ يعني جلوبيولر، يعني شكله جاي زي الكره.
جيب لي مجموعة جلوبيولر اكتن اربطهم مع بعض، بيعملوا لك الستراند الاولى، جيب لي مجموعة جلوبيولر اكتن اربطهم مع بعض بعطوك الستراند الثانية، لف هدول التو ستراند حوالين بعض يعطوك الاكتن اللي لونه احمر اللي انت شايفه قدامك، بنسميه الاف اكتن، اف جاية من كلمة فيلمنت. حلو، اذا هذا الاكتن هو اللي لونه احمر، بس انا فعليا بالرسمة مو شايفة اكتن لحاله، انا شايفة عندي شغلات ثانية مربوطة بالاكتن. خلينا نشوف شو هم التراكيب اللي بيكونوا مربوطين بالاكتن. اول اشي في عندك خط لونه اخضر، هذا لاف حاله حوالين الاكتن. هلا هذا الخط الاخضر اللي لاف حاله حوالين الاكتن بشكل عام اللي لونه جرين بنسميه تروبو مايوسن، هاي الكلمه يعني هيها تروبو مايوسن. اذا الخط الاخضر اللي انت شايفه قدامك هو عباره عن هيليكال بروتين ملتف بشكل لولبي حوالين الاكتن بنسميه التروبو مايوسن. طب حلو، برضو انا شايفه في عندي تراكيب لونها ازرق، اذا بتنتبه في عندي هون تراكيب لونها ازرق، هذول عباره عن التروبونين، والتروبونين فعليا هي عباره عن بروتينات مكونه من سب يونت. كم انت شايف قدامك؟ شايف قدامك 3 سب يونت. الفوق المكشوفه هاي مكان ارتباط الكالسيوم، عشان ارجع اكد لك انه الكالسيوم مهم عندي بعمليه الكونتراكشن. السب يونت اللي بالوسط هاي عباره عن ريجولاتوري، والسب يونت اللي تحت اذا بتلاحظ هي وين بتكون مربوطه؟ قاعده على الخط الاخضر اللي اسمه التروبومايوسين. فاذا تركيب السم فيلمنت بشكل عام صار عندي ثلاث شغلات، صار عندي الاكتن نفسه اللي لونه احمر، صار عندي التروبومايوسين اللي لونه اخضر، صار عندي التروبونين اللي لونه ازرق، وتاكدنا انه التروبونين هو عباره عن بروتين فيه اكثر من سب يونت، كل سب يونت لها فانكشن معينه. اذا هذا الشكل عم برجع يفرجيك السن فيلمنت، وهذا عم برجع يفرجيك التك فيلمنت مره اخرى. شوف التو هيد كيف واضحين، شوف كل ما يستن كيف عندها تو هيد مع بعضهم البعض. طيب لما نيجي نحكي عن عمليه الانقباض بشكل عام، هي عباره عن عمليه حدوث خليني اقول لك تداخل بين الاكتين والمايوسين عشان نعمل الانقباض. خليني احكي لك معلومه مهمه، مثل الكونتراكشن مش معناه شورتنج. شو يعني؟ يعني الكونتراكشن مش معناه انقباض، مش معناه قصر في الخليه العضليه، لا. كل الفكره بالكونتراكشن انه التداخل بين الاكتين والمايوسين بيزيد. شوف عندي هذا الشكل، هذا الساركومير الطبيعيه. شوف لما يصير عندي كونتراكشن، شوف الاكتين والمايوسين كيف بيزيد التداخل بيناتهم. فدائما عملية السلايدنج وعملية عفوا عملية الكونتراكشن لا تعتمد على الشورتنج، لا تعتمد على قصر العضلة، إنما تعتمد على زيادة الأوفرلابينج، وهذا الأوفرلابينج هو يلي بيعمل عندي عملية الكونتراكشن. طيب هلا عملية الكونتراكشن فسروها العلماء بموديل بنظرية سموها السلايدنج فيلمنت موديل، اللي هي نظرية الانزلاق اللي احنا كلنا بنعرفها. الفكره بالموضوع انه الثن فيلمنت هدول اللي لونهم احمر بيعملوا سلايد، بينزلقوا حوالين التك فيلمنت اللي لونهم ازرق، فبالتالي بصير في عندي شورتنج كامل للعضله، بس هذا الشورتنج ما نتج عندي انه العضله فعليا صار فيها قصر، لا. الفكره بالموضوع انه زاد عندي الاوفرلابنج، زاد عندي التداخل ما بين الاكتين والمايوسين بشكل عام. السؤال اللي نتوقعه بالامتحان، شو تأثير عملية الشورتنج أو عملية الانزلاق على الباند؟ يعني كل واحدة من هدول الباند بدك تعرف أثر الشورتنج أو الانزلاق عليها. على سبيل المثال الـ A باند لا تتأثر، مش تركز عليهم واكتبهم نوت عندك. الـ A باند لا تتأثر، الـ I باند بتقل، والـ H باند بتقل. كمان مرة، الـ A باند لا تتأثر، ليش؟ لأنه المايوسين ما تحركوا. مين اللي انزلقوا؟ اللي هم الاكتن، فبالتالي الاي باند لا تتاثر. البي الاي باند عفوا بصير فيها شورتنينج، والاتش باند برضه بصير فيها شورتنينج. اذا هيك بكون خلصت انا وياك اهم انواع الاورجانيلز اللي بيكونوا موجودين داخل السكيليتال موسل سيل. شو هم هدول؟ هم عباره عن المايوفايبرل. شو هو المايوفايبرل؟ هو عباره عن ريبيتنج يونت اوف ساركومير، واخذنا ايش هي الساركومير تحديدا. خلينا ناخذ شوية تراكيب إضافية وأورجنز إضافية موجودين ضمن السكلت المسلسل. حوالين المايوفايبريل يا مس رح تشوف في عندي هدول التراكيب اللي لونهم أزرق.
هدول التراكيب اللي لونهم ازرق فعليا هم عباره عن السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. فواضح جدا عندك انه في عندي سموث اندوبلازميك ريتيكولوم موجوده تحديدا حوالين هدول المايوفايبرز. هلا السؤال القوي، خلينا انا وياك شويه ناخذ تركيب اضافي. لما نيجي نتطلع على الستار كولمنا، يعني لما نيجي نتطلع على الغشاء البلازمي للخليه العضليه، راح نشوف فيه زي هولز، ثقوب. هدول الثقوب هي واضحين بالشكل عندك. هذا الثقوب يؤدي الى تكوين هذا الخط اللي انت شايفه قدامك اللي عليه ليبل اصفر، اللي هو بنسميه التي تيوبيول، اللي كنا نحكي لهم بالمدرسه الانيببات المستعرضه. اذا ايش هم الانيببات المستعرضه؟ هما عبارة عن تيوبيول، أنيببات نشأت بالأصل من هول أو ثقوب موجودة عندي بالساركولمة أو بالغشاء البلازمي. هلأ إذا بتطلع هذا التي تيوبيول اللي لونه أبيض في الرسمة قدامك، على يمينه في تركيب لونه أصفر وعلى شماله في تركيب لونه أصفر، هذا البيج والأصفر اللي أنت شايفه قدامك. هلأ كل تي تيوبيول على يمينه في ساركوبلازميك ريتيكولوم وعلى شماله في ساركوبلازميك ريتيكولوم، اذا كم تركيب صار عندي؟ ثلاثه، اللي هو الانيببات المستعرضه نفسها اللي بالنص اللي لونها ابيض، على يمينها اصفر ساركوبلازميك ريتيكولوم وعلى شمالها اصفر ساركوبلازميك ريتيكولوم. هدول الثلاثه مع بعض بسموهم الترياد، فعندي هاي ترياد، هاي ترياد ثاني. اذا الرسمه هاي عم بتوضح عندي تو ترياد. ايش هو الترياد؟ هو عباره عن تي تيوبيول على يمينه في ساركوبلازميك ريتيكولوم وعلى شماله في عندي ساركوبلازميك. فهاي معلومات جدا مهمة. شوف يا مس كمان مرة، هون الترياد واضح ليه؟ لأنه الألوان شوي مختلفة. الترياد شايف الخط الأصفر، هذا عبارة عن التي تيوبيول، على يمينه في أزرق ساركوبلازميك ريتيكولوم، على شماله في أزرق اسمه ساركوبلازميك ريتيكولوم. الثلاثة مع بعض بنسميهم ترياد، بنسميهم ترياد. إذا بتلاحظ يا مس إنه الترياد فعليا جاية وين؟ جاي عندي على الجنكشن اللي بيكون موجود ما بين الـ A and I band، يعني بين الـ A والـ I band، بين الـ dark band والـ light band. فعليا لو تعمل اسقاط بتشوف هاد الترياد. طيب خلينا نحكي ايش الفكرة من وجود هدول الترياد وايش تركيبهم. هاي الترياد كمان مرة، اللي لونه اخضر هدول عبارة عن التو تيوبيول نشأت بسبب وجود فولز او ثقوب في الغشاء البلازمي، على يمينها في اصفر هذا الساركوبلازمك ريتيكولوم، على شمالها في اصفر برضه هذا عباره عن الساركوبلازمك ريتيكولوم. هلا ايش الفكره بهدول الترياد؟ خلينا نحكي انا وياك. ببلش عندي الموضوع يا مس انه انا المصل سيل بشكل عام لازم تعمل عمليه كونتراكشن. شو يعني؟ لازم تنقبض. هلا عمليه الانقباض محتاجه عندي الى نيرف سبلاي، يعني بدها تحفيز عصبي. هلا الفكره بالموضوع انه انا عشان يوصل عندي النيرف سبلاي، شوف عندي هذا الاصفر هذا عباره عن موتور نيورون، هذا عباره عن نيورون حامل سيالات عصبيه بده يبعثها للمسل سيل على اساس يصير عندي الكونتراكشن. هلا هذا الموتور نيورون يا مس بيكون حامل اكشن بوتنشال. بسبب وصول الاكشن بوتنشال على اطراف النيورون يؤدي الى تحرير النواقل العصبيه. النواقل العصبيه بتعمل عندي ديبولاريزيشن للخليه العضليه. هلا هذا الديبولاريزيشن ينتقل عبر هدول التي تيوبيول اللي لونهم اخضر حتى يوصل للساركوبلازميك ريتيكولوم اللي لونها اصفر. على اساس هذه الريتيكولوم تبلش تحرر ايونات الكالسيوم على اساس يصير عندي الانقباض. فهون بتيجي اهميه التي تيوبيول. بس خليني احكي لك شغله صغيره، في عندي انواع من خلايا بجسمنا بنسميها اكسايتبل سيل. شو يعني اكسايتبل سيل؟ يعني هي خلايا بتقدر يصير فيها ديبولاريزيشن، يعني بصير فيها اكشن بوتنشال. اهم نوعين من الاكسايتبل سيلز اللي موجودين باجسامنا اللي هم النيرف سيلز، الخلايا العصبيه، والمسل سيلز. هاي خليها ببالك وتوقعها سؤال بالامتحان. ايش يعني اكسايتبل؟ يعني خلايا ممكن يصير فيها ديبولاريزيشن. مين هم؟ اللي هم النيرف اند مسل. هاي الرسمة برضو عم ترجع توضح لك كل الكلام اللي احنا حكيناه. شوف عندي الترياد كيف واضح، هاي الرسمة اوضح اشي للترياد. الخط الاخضر اللي بالنص هذا التي تيوبيول، على يمينه في ساركوبلازميك ريتيكولوم، على شماله في ساركوبلازميك ريتيكولوم، هذا كله مع بعض عبارة عن ترياد. هاي الاشكال برضو عم بتوضح لك فعليا اللي هي تركيب السكلت المسلسل. احكي لك شغله، قلنا انه عشان يصير في عندي انقباض بالسكلت المسلسل
لازم يوصل تحفيز من النيورون. شوف هذا النيورون، هذا اللي لونه بني، هذا النيورون بسبب انه الاكشن بوتنشال عم بوصل لهون، يتم تحرير النواقل العصبيه، حررنا الاسيتيلكولين. هذا الاسيتيلكولين عمل ديبولاريزيشن بالمسل سيل، هذا الديبولاريزيشن انتقل عبر التريات عشان يوصل للسمو، عفوا للساركوبلازمك ريتيكولوم. الساركوبلازمك ريتيكولوم بتبلش تحرر ايونات الكالسيوم على اساس يصير عندي هذا الكونتراكشن بشكل عام. شوف هذه بتوضح لك السلايدنج موديل كيف عم بتصير عندي عمليه الكونتراكشن. بس هون بدي اركز معاك على شغله جدا بسيطه، بس انا بدي يهمني اميز لما يكون عندي في حاله ريست بالعضله ولما يكون عندي حاله كونتراكشن بالعضله. لما يكون عندي في حاله ريست بالعضله، هلا اذا بتطلع يا مس على الاورنج، هدول الاورنج هم عباره عن ايش؟ هم عباره عن الاكتن. الاكتن لازم يكون فيها موقع ارتباط للمايوسن. ليه؟ لانه انا بدي يصير عندي اتاتشمنت ما بين الاكتن والمايوسن عشان نعمل عمليه الانقباض. طيب هلا طول ما العضله بحاله ريست، هذا التروبومايوسين اللي هو الأخضر بيكون بيغطي مواقع الارتباط اللي موجودة على الأكتن، فبهاي الحالة المايوسين ما بيقدر يرتبط عليها. لكن لما نيجي بدنا نعمل كونتراكشن، مواقع الارتباط هاي بتتكشف، بيصير المايوسين قادر على الارتباط بالأكتن، فبالتالي ممكن يصير عندي عملية الكونتراكشن بشكل عام. إذا هدول الأشكال برضو عبارة عن تذكير بشكل سكيلتال ماسل سيل. كمان مرة برجع أذكرك، عشان يصير عندي انقباض بالسكلت المسل سيل لازم يكون في عندي تحفيز عصبي. هلأ التحفيز العصبي تم من خلال أنه أنا في عندي نيورون وفي عندي مسل، صار بيناتهم جونكشن، على أساس هذا النيورون يحرر النواقل العصبية، هدول النواقل العصبية بتعمل ديبولاريزيشن بالمسل سيل، هذه المسل سيل تعمل عملية الكونتراكشن. هلأ مكان الالتقاء ما بين النيورون وما بين المسل سيل بيحكوا له نيورو ماسكولار جونكشن. ايش بيحكوا له؟ نيورو ماسكولار جونكشن. ايش هو؟ هو عباره عن المكان اللي بيصير فيه التقاء او ارتباط ما بين النيرف والمسل، احيانا بسموه نيورو ماسكولار سيناب. هلا هاي المسافه اللي بيناتهم، هذا الفراغ بنسميه الكليفت او الشق التشابكي، وحكينا كيف بتصير عندنا الخطوات. شوف عندي النيورون كيف عم بخزن النيورو ترانسميترز اللي لونهم أحمر بداخله، كيف عمل لهم ريليزنج داخل الكليفت، داخل الشق التشابكي، راح ارتبطوا على مستقبلات موجودة على المسل سيل، هذه المسل سيل، وكيف صار عندي عملية الديبولاريزيشن بشكل عام. إذا هاي كمان توضيح آخر. هلأ خليني أحكي لك شغلة يا مس. هلأ لو أسأل حالنا السؤال، معقول كل أكزون، كل محور عصبي بيعمل سبلاي أو بيزود خلية عضلية واحدة فقط أو أكثر؟ اسأل حالنا السؤال، هل كل أكسون، كل محور عصبي، يعني كل خلية عصبية بتزود خلية عضلية واحدة فقط؟ الموضوع بيعتمد. في بعض أنواع من العضلات بتلاقي إنه عم بيزودها أكثر، بتلاقي الأكسون عم بتفرع وعم تتزود بأكثر من نيرف سبلاي. ليش؟ لأنه هاي عبارة عن إيش؟ يعني الأكسون نفسه يا مس تلاقي عامل برانشينج، عامل تفرعات هاي الخلية العصبية، وعم بتزود أكثر من مسل فايبر. ليه؟ لأنه ببساطة هاي المسل بتكون كبيرة، فبكون بدها نيرف سبلاي أكثر. فعلى سبيل المثال البايسبس عضلة كبيرة، فبتلاقي الأكسون اللي عم بوصل عليها بتفرع عشان يزودهم. هلأ مجموع المسل اللي زودها أكسون واحد بنحكي عنها الموتور يونت. فأنت كيف تتخيل الموضوع؟ تخيل معي إنه الأكسون الواحد، المحور العصبي الواحد، شوف هون يمكن واضحة، شوف عندي الأكسون هاد كيف تفرع إلى ثلاث تفرعات، كل تفرع منهم راح عمل سبلاي لخلية عضلية واحدة. هلأ هدول الخلايا العضلية اللي زودهم أكسون واحد هم عبارة عن إيش؟ بنسمي هذا التركيب عبارة عن موتور يونت. عبارة عن إيش؟ عبارة عن موتور يونت. ركز عليها، قد ترد سؤال في الامتحان. إذا الموتور يونت هم عبارة عن مجموع المسل سيلز اللي زودهم أكسون واحد، هذا الأكسون تفرع عشان يزود هاي الخلايا كلياتها. طب إذا بتطلع معي هون كم عدد الموتور يونت، تعال نسأل حالنا سؤال. هلأ بما أنه أنا طالع عندي ثلاثة أكسون وكل أكسون رح يتفرع، إذا أنا في عندي هون 3 موتور يونت. مثلا نطلع هون في عندي لون أزرق ولون زهري،
اللون الأزرق تفرعاته كثيرة، فأنا بحكي عنه large motor units، بينما اللون الزهري تفرعاته قليلة، فبنحكي عنه small motor units. In general، على إيش بدنا نركز؟ ما هو تعريف الموتور يونت؟ هو عبارة عن مجموع المسل فايبرز اللي عم بزودهم أكسون واحد. شوف عندي هون كيف هذا الأكسون كيف عم بتفرع، هذا عبارة عن الموتور يونت. أحيانا بسموه موتور اند بليت. إيش بسموه؟ موتور اند بليت، نفس المصطلح، كلمة موتور يونت أو موتور اند بليت بيجيبوا لك نفس المصطلح بشكل عام. خلينا هلا ندخل انا وياك على موضوع مهم متوقع برضو عليه سؤال بالامتحان، اللي هم تركيب الفايبرز تبعون السكيلتال ماسل اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على الماكروسكوبيك اوبزرفيشن. ايش يعني ماكروسكوبيك؟ يعني اعتمادا على مظهرها، لما انا بتطلع عليها لحمه حمراء ولحمه بيضاء على بعض. هلا اعتمادا على الماكروسكوبيك اوبزرفيشن واعتمادا على المظهر اللي انا بشوفه بعيني، منقسم عندي الفايبرز أو الخلايا العضلية إلى نوعين، نوع اسمه ريد ونوع اسمه وايت. طب إيش يعني ريد وإيش يعني وايت؟ هلأ هدول الريد والوايت بفرقوا بالطريقة اللي عم تعتمد عليها هاي الخلية العضلية عشان تولد الـ ATP. يعني الموتور فايبر، عفوا، الريد فايبرز عم بيولدوا عندي الـ ATP بطريقة، والوايت فايبرز عم بيولدوا الـ ATP بطريقة. خلينا ناخذ اهم الفروقات ما بين الريد اند وايت فايبرز وركز عليهم كثير للامتحان. اول شيء الريد فايبرز ليش بنسميهم ريد فايبر؟ لانه ببساطه لونهم احمر. طب ليش لونهم احمر؟ لثلاث اسباب اساسيه. السبب الاول انه هي هايلي فاسكولار، يعني ايش؟ يعني عم بوصلها بلد سبلاي كثير. اثنين، فيها محتوى عالي من الميتوكوندريا، وباي ذا واي وين ما بتشوف ميتوكوندريا كثير اعرف انه هذا النسيج رح يطلع لونه احمر او براون. السبب الثالث انه هذول الفايبرز فيهم محتوى عالي من المايوجلوبين. ايش هو المايوجلوبين؟ بيشبه الهيموجلوبين لكن اسمه مايو لانه هو موجود بالعضلات. المايوجلوبين هو عباره عن بروتين ينقل الاكسجين وين؟ داخل هذول الريد فايبر. هلا بسبب هذول الثلاث شغلات بلاحظ انه الريد فايبرز لونهم احمر. ايش هم الثلاث شغلات؟ السبب الاول انه فيها بلاد فيسلز كثار، السبب الثاني فيها ميتوكوندريا كثير، السبب الثالث فيها مايوجلوبين. طيب بما انه فيها ميتوكوندريا كثير يعني هي بتقدر تعمل ايروبيك ريسبيريشن، اذا هي بتعتمد على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن لانتاج الاي تي بي. بتتذكر كيف كنا ناخذ ريسبيريشن بالبايو 1 ونستخدم الاكسجين از ا فاينل اكسبتر ونروح ننتج الاي تي بي بطريقه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. طب بما انه انا عندي ميتوكوندريا وعندي بلاد سبلاي كثير، يعني عندي اكسجين كثير، فبالتالي هدول الفايبرز بتعتمد عندي على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن لانتاج الاي تي بي. بس في عندي شغله صغيره، هلا بما انه هي عم تعتمد على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن يعني الكونتراكشن تبعها ايش ماله؟ لو ليه؟ لانه عمليه انتاج الاي تي بي هي مثل بتاخذ وقت، صح؟ مش بدنا نمر بالمراحل كلها كريبت واوكسيديتيف ونروح ننتج الاي تي بي. اذا هذا الكونتراكشن بيكون سلو، لكن بنفس الوقت هذا الكونتراكشن بيكون عندي ايش ماله؟ بيكون عندي بياخذ فتره طويله، لكن هذا الكونتراكشن بيكون عندي ايش ماله؟ بيكون عندي ايروبيك، يعني بطريقه هوائيه. حلو، بما انه الكونتراكشن عم بياخذ وقت، بما انه انتاج الاي تي بي عم بياخذ وقت، اذا هذا النوع من الفايبرز بنسميهم السلو فايبرز. ليش سلو؟ لانه بطيئه عم تاخذ عندي وقت. فالكونتراكشن هذا على عيني وراسي هو سلو، بطيء ليصير، لكنه يستمر لفتره طويله. ليش؟ لانه كميه الاي تي بي اللي عم تنتج عاليه، فبالتالي انا بقدر استمر في هذا الكونتراكشن لأطول فترة ممكنة. إذا الكونتراكشن وخصائص الكونتراكشن الذي ينتج عن الريد فايبرز، أول إشي بيكون سلو، بطيء، بياخد وقت. السبب الثاني بيكون عندي إنه بيستمر لفترة طويلة، بنحكي عنه برولونج كونتراكشن بشكل عام. طب وين ممكن نلاقي هاي الريد فايبرز بأجسامنا؟ في عندي كتير أماكن، لكن أنا دائماً بهمني تكون عارف بغض النظر عن المكان
تكون عارف انه هذا المكان عم بيحتاج لكونتراكشن يكون سلو، التنين بيحتاج لكونتراكشن يضل عندي ل برو لونج تايم، لفتره زمنيه طويله. هلا على عكس الريد فايبرز، كل شيء تعلمته بالريد اعكسه بالوايت فايبرز. على سبيل المثال الوايت فايبر من اسمها ليش وايت؟ لانه البلاد فيسلز اللي عم توصلها قليله. الشغله الثانيه محتواها من الميتوكوندريا اقل. الشغله الثالثه عدد المايوغلوبين اللي فيها اقل. اذا بسبب هدول الثلاث شغلات اللي خلوا الريد فايبر لونهم احمر، خلتهم بالوايت فايبر، خلوا هذا الوايت فايبر يظهر بلون وايت. طيب نسأل حالنا سؤال، في عندي إشي إضافي بيخلي الوايت فايبر تظهر بلون وايت؟ نعم في عندي إشي إضافي. إيش هو؟ مثل الوايت فايبر تخزن محتوى عالي من الجلايكوجين في السيتوبلازم تبعها. الجلايكوجين إيش هو؟ هو عبارة عن ستورج بوليساكرايد، صح؟ هو عبارة عن ستور للجلوكوز. فبسبب وجود هذا المحتوى العالي من الجلايكوجين في سيتوبلازم الوايت فايبرز، فهي برضه تظهر عندي وايت ان كلر. لو كانت الريد فايبر فيها ميتوكوندريا كثير، يعني بتقدر تعمل اوكسيديتيف فوسفوريليشن كثير، يعني بتقدر تنتج كميه اي تي بي كثير، فالوايت فايبر ما عندها هذا الكلام. طب انا اذا ما عندي ميتوكوندريا، بتتذكر كنا نحكي انه نعمل عمليه الجلايكوليسيس؟ اذا الوايت فايبر تعتمد بشكل اساسي على ايش؟ تعتمد بشكل اساسي على وجود عمليه الجلايكوليسيس. بس الفكره بالموضوع وين؟ عملية الجلايكوليسيس سريعة ولا بطيئة؟ سريعة، إذا الكونتراكشن رابد، حلو. لكن كمية الـ ATP اللي بتنتج من الجلايكوليسيس قليلة ولا عالية؟ لا قليلة. وبالتالي هل الكونتراكشن يستمر لفترة طويلة؟ ما بيستمر لفترة طويلة. فبتلاقي إنه هدول الوايت فايبرز بصير فيهم فاتيج بسرعة. ليش؟ لأنه نواتج عملية الجلايكوليسيس أحيانا بينتج عندي اللاكتيك أسيد، ومجرد تراكم اللاكتيك اسيد بيعطي عنا زي بيرنينج سنسيشن. فكمان مره نقارن على السريع، الريد فايبرز كميه الاي تي بي عاليه بس عم تاخذ وقت طويل، الوايت فايبرز كميه الاي تي بي قليله بس وقتها بيكون عندي اسرع. فهاي ركز عليها للامتحان يا مس، وحاول انك تكون فاهمه. طيب احنا باجسامنا عندنا ريد ولا وايت فايبرز؟ احنا عندنا ميكس من التنتين، لكن احيانا بعض الممارسات اللي بنعملها تؤثر عندي على هاي النسبه. طبعا بشكل اساسي خد ببالك، مثلا في عندي نوعين من الرياضات، في عندي ماراثون وفي عندي اللي بيمشوا رياضه الجري السريع. هلا الماراثون بيهتم انه يضل يمشي لاطول فتره ممكنه، يعني بيهتم انه الكونتراكشن يكون عندي برولونج لفتره طويله، اذا بتلاقي نسبه الريد فايبر عنده عاليه. بينما اللي بيمشوا بالجري السريع هدول بيهتموا انه الكونتراكشن يكون بسرعه عم بيصير بس ما عم بيستمر لفتره طويله، فبالتالي الوايت فايبرز بتكون عندهم اعلى وهكذا. فشيك على هدول النوتات المتعلقه بمواضيع حياتيه عم بتقول لك انه متى في بعض الاشخاص بتزيد عندهم الريد فايبرز ومتى في اشخاص بتزيد عندهم الوايت فايبرز بشكل عام. وهون عم بيعطيك مثال اللي هم التشيكن ليج والتشيكن بريست، يعني ليش رجلين الدجاجه بتبين باللون الاحمر، ليش هي ريد فايبر، وليش عندي صدور الدجاج بتكون لونها ابيض. فهذا ابسط مثال على المواضيع هاي. طيب خليني هلا احكي انا وياكم شغله صغيره. في عندي مصطلحين انا بهمني تعرفوهم ضمن الماده كامله. المصطلح الأول بنسميه هايبرتروفي، والمصطلح الثاني بنسميه الهايبربليجيا. ركز معي. هايبرتروفي هي عبارة عن زيادة في حجم الخلية، بينما هايبربليجيا هو زيادة في عدد الخلايا. هلأ كل ما أدرس أنا وياك تشو رح أسألك نفس السؤال، رح أقول لك هل هاي الخلايا بتقدر تعمل هايبرتروفي ولا بتقدر تعمل هايبربليجيا ولا ما بتقدر تعمل ولا بتعمل الاثنين؟ تعالوا نطبق هذا الكلام على السكيلتال موسل. هل السكيلتال موسل تقدر تعمل هايبرتروفي؟ يعني هل السكيلتال موسل سيل بتقدر يزيد السايز تبعها؟ نعم بيزيد السايز تبعها. بمجرد ما يصير عندي اكتيفيشن للخليه بلش تصنع اكتين اكثر، مايوسين اكثر، خليه بتصير لارج اكثر، فبالتالي بيزيد السايز تبع الخليه وبيزيد السايز للعضله كامله. فعشان هيك مثلا رياضات رفع الاثقال بتزيد عندي ايش؟ بتزيد عندي سايز للوايت فايبرز. طيب لو سالنا حالنا سؤال،
هل أنا ممكن يصير عندي حالة هايبر بليجيا؟ ممكن يزيد عندي زيادة في عدد هدول المسل سيلز؟ طبعا هذا الموضوع إيش ماله؟ هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل. خليني أحكي لك شغلة بسيطة ومهمة جدا جدا جدا. هلا دائما أي إشي بجسمك ما بتستخدمه تفقده، يعني في عنا قاعدة، الإشي اللي you do not use، اللي ما بتستعمله you will lose، يعني رح تخسر. فعندي على سبيل المثال في عندي بعض الأشخاص اللي بيكونوا بيضلوا لفترة طويلة، وين؟ بيضلوا فترة طويلة بالتخت، عندهم مرض معين، هم ما عم يستخدموا عضلاتهم صح؟ فبالتالي بتلاقي إنه هاي المسل سايز أو حجم هاي العضلة بقل. ليه؟ لأنه هدول الجماعة ما عم بيقدروا يستخدموا، عفوا، لأنه هدول الجماعة ما عم بيستخدموا العضلات تبعتهم، ما في نيرف سبلاي، ما في ستيميوليشن، ما في عندي تحفيز للعضلة، فبالتالي هاي العضلة تفقد الماس والسايز تبعتها. مثال عليها البيد ريدن بيشنت، اللي هم الأفراد اللي بيظلوا لفترة طويلة نايمين بالسرير بسبب مرض معين. طب السؤال الثاني اللي بنسأله لحالنا، هل السكيلتال ماسل سيلز بتقدر تعمل هايبر بليجيا؟ هون السؤال القوي. هلا بما انه حكينا انه السكيلتال ماسل بشكل عام او الماسل بشكل عام هي هايلي ديفرنشيتد صح؟ وحكينا اي خليه هايلي ديفرنشيتد يعني ما بتقدر تعمل عمليه مايتوسيس. لكن اذا بتتذكر في بدايه المحاضره قلت لك انه السكيلتال ماسل بيكون في جنبهم خلايا اسمها ساتلايت سيل. هدول الساتلايت سيل في حاله حدوث دامج راح هدول الخلايا يصير في عندهم عمليات ريجنريشن. فبالتالي السكيلتال ماسل سيلز بتقدر تعمل هايبربليجيا، لكن قدرتها بتكون ليميتد. ليه؟ لانه انا ما بعتمد على السكيلتال ماسل نفسها، نو واي، انا بعتمد على الساتلايت سيل. وحكينا انه هدول الساتلايت سيل بشكل عام ايش مالهم يا مس؟ هدول الساتلايت سيل موجودين ان فيو نمبر، عددهم جدا قليل. خلينا نحكي آخر شغلة عن السكيلتال ماسلز عشان نطلع منهم. إذا بتطلع معي على هذا الشكل، هاي عبارة عن السكيلتال ماسل. هلا إذا بتطلع المنطقة، في عندي منطقة لونها أزرق فيها خلايا معينة، وفي حواليها مجموعة أخرى من الخلايا. هلا المجموعة اللي برا المنطقة اللي لونها أزرق هاي الماسل سيلز العادية اللي إحنا متعودين عليها، اللي هي سلندريكال ان شيب، اللي هي عاملة الأمور تمام، واللي هي فيها كريستريشن وما إلى ذلك. المنطقة اللي لونها أزرق في عندي خلايا بيكون عددها صغير، بيكون حجمها برضه صغير، بتكون مبينة لارج شوي بس مش مشكلة، وبتكون موجودة as spindle shape، يعني موجودة على شكل fusiform، منتفخة من الوسط ومدببة من الأطراف. هدول النوع من الخلايا هم بتمثل عندي نوع من أنواع الريسبتورز اللي موجودة عندي بالمفصل. هدول بنسميهم proprioceptors، أو بسموهم أحياناً الانترافيوزال فايبرز. فهدول اللي بالنص هدول عبارة عن البروبريوسبتر، هو نوع من أنواع السنسيشن اللي بيكون موجود داخل السكلت المسل بشكل عام. أتمنى يا مس إنك تركز عليها بشكل خاص. لو إجينا نحكي هلأ شوية عن الكارديك مسل، رح ناخد بريك دقيقتين ونكمل إن شاء الله. فرح ناخد بريك دقيقتين ضمن هاي المسل.
طيب يعطيكم العافية، خلينا نكمل هلا بموضوع الثاني اللي رح نحكي عنه اللي هي الكارديك ماسل. طبعا بدكم بدي احكي لكم انه المراجعة ركزت اكثر اشي على الماسل لانه ممكن تكون هي اكثر شابتر فيه تفاصيل، والبون زي ما ذكرت لكم ممكن يكون احنا درسنا لانه احنا بلشنا فيه بمادة الفاينل، فاغلبنا بيكون بلش بدراسته اوريدي. هلا لما نيجي نحكي عن الكارديك ماسل بدي اياك تعرف معلومة جدا مهمة عن الكارديك ماسل، ما بتفرق عن تركيب السكيلتال ماسل اطلاقا، يعني بس احنا بنشوف ساركومير، بنشوف اوفرلابينج، بنشوف كل الكلام اللي احنا تعلمناه بالسكيلتال ماسل، عشان هيك دائما الكارديك ماسل بتكون خفيفه للدراسه علينا. هلا الكارديك ماسل يا مس تمتاز بخاصيه جدا مهمه، تمتاز بخاصيه بنسميها مايوجينيك اكتيفيتي، يعني انقباض الخلايا عضلية تبعون القلب لا تحتاج إلى نيرف سبلاي، لكن عضلة القلب تقع تحت السمباثيك اند باراسمباثيك افكت اوف نيرفس سيستم. احنا بنعرف انه احد اقسام الجهاز العصبي الطرفي اسمه الاوتونوميك نيرفس سيستم، وهذا الاوتونوميك نيرفس سيستم يقسم الى سمباثيك وباراسمباثيك. القلب واقع تحت تاثيرهم، لكن هو ما بيستنى منهم يعطوه امر عشان يعمل كونتراكشن، لا، كونتراكشن اللي بصير عندي بالعضلات القلبية هو عم بصير عندي اوريدي، لكن السمباثيك والباراسمباثيك بتتحكم عندي بمقدار هذا الكونتراكشن، يعني اما بتزيد او بتقلل من هذا الكونتراكشن، لكن عملية الكونتراكشن بحد ذاتها ما بدها الجهاز العصبي يقول لك يا قلب اعمل انقباض، نو واي، اكيد ما بصير هذا الكلام، لكن بتعمل عندي زيادة او نقصان في ضربات القلب بشكل عام. هلا لو نجينا نعمل مقارنه ما بين الكاردياك والسكيلتال ماسل، بس نحاول نشوف ايش الفروقات بما انه الثنتين على شكل تيوب والثنتين نفس التفاصيل. اول شيء السكيلتال ماسل كانت الخلايا لونج، لكن الكاردياك ماسل بتكون الخلايا شورت قصيره. السكيلتال ماسل ما كان عندي برانشنج، ما كان عندي تفرعات، الكاردياك ماسل شوف كيف عندي تفرعات، شوف كل خليه كيف عم تعمل برانشنج. الأنوية بالسكلت الموصل كانت بريفرال تقع تحت الساركولمة، لكن الأنوية ضمن الكارديك موصل تقريبا جاية سنترال. وكمقارنة أخرى الخلايا العضلات القلبية ما بتكون عندي مالتي نيوكليتد زي السكلت الموصل. والشغل الأهم اللي حكيت لك عنها اللي هي الانتركاليتد ديسك، هي زي خطوط جاية زي الدرج زي الزجزاج بين الخلايا، بنسميها الانتركاليتد ديسك، وتعتبر الانتركاليتد ديسك خاصية جدا مميزة للكارديك ماسل سيل دونا عن غيرها. هذا تركيب الكارديك ماسل سيل ما بيفرق اشي عن السكريتال ماسل الا بشغلة بسيطة. تتذكر لما كنت احكي لك ضمن الساركولما في عندي زي هول ثقوب تؤدي الى تكوين التي تيوبيول، وعلى يمين التي تيوبيول في عندي ساركوبلازم في ريتيكولوم، وعلى شماله في ساركوبلازم في ريتيكولوم، التركيب كامل كان اسمه ترياد. هلا بالكاردييك ماسل سيل اسمه داياد مش ترياد، بنسميه داياد مش ترياد. ليه؟ لانه ببساطه ما راح اشوف عندي سكيلتال، عفوا، ساركوبلازم في ريتيكولوم على اليمين وساركوبلازم في ريتيكولوم على الشمال، لا، راح اشوف عندي ساركوبلازم في ريتيكولوم على جهه واحده من هذا التي تيوبيول، فبصير اسمها داياد مش تراياد. هذا الفرق اللي جدا مهم. خلينا نحكي النوتات بشكل عام. اول اشي النواة بتكون سنترالي، ثاني اشي في عندها ميتوكوندريا حتى تستطيع انتاج الـ ATP، برضو البلازما ممبرين لها اسمه ساركولما، ما عم نجيب اشي جديد، داخلها الساركوبلازم، داخل السيتوبلازم في عندي اورجانيلز، اهم هذول الاورجانيلز هم المايوفايبريل، كمان مرة المايوفايبرل هو overlapping أو تداخل بين الأكسن والمايوسن، سن وسك فيلمنت، السن فيلمنت اللي هم الأكسن والسك فيلمنت اللي هم المايوسن. هناك بالسكيلت المسل كانوا داياد، عفوا كانوا ترياد، هون بصير اسمهم داياد. إيش يعني داياد؟ يعني على أطراف التي تيوبيول من مكان واحد فقط رح نشوف الساركوبلازميك ريتيكولم. لو اجيت اقارن بين الساركوبلازميك ريتيكولم بين السكيلتال والكارديك مسل، بتلاحظ انه اللي بالكارديك ماسل بتكون اقل اكستنسيف، يعني تكون اقل، يعني سمولر ان سايز، ما بتكون ديفلوبت كثير زيها زي السكيلتال ماسل. برضه هاي التراكيب عم بتوضح لي عندي الكارديك ماسل سيل واضح جدا عندي، وكثير ضروري تميز يعني مثل الداياد مش الترياد. طيب
معلومة مهمة، هل احنا بنعرف انه عضلة القلب بتعمل عملية الكونتراكشن طول فترة حياة البني ادم، صح؟ يعني اذا دائما الكارديك مسل فيها ان كونتراكشن مستمر، يعني هي دائما بدها تنتج اي تي بي. فعشان هيك بنلاحظ انه الميتوكوندريا تشغل حوالي 40% من فوليوم الكارديك مسل سيل. ليش انا بدي ميتوكوندريا كثير؟ لانه انا بدي اي تي بي كثير، لانه انا بدي كونتراكشن كثير. لانه ببساطه انا يعني ايش مالي انا عم بعمل كونتراكشن طول فتره حياه هذا الشخص. شوف الانتركاليت الديسك، هدول هيهم، هدول الانتركاليت الديسك هم عباره عن إشي جدا مميز لمين؟ للكارديك ماسل سيل، وبتبين عندي تحت الميكروسكوب على شكل خط هيك جاي زي زيجزاج. فهاي معلومه كثير مهمه. خلينا نشوف شو هم الانتركاليت الديسك هدول، وتوقع عليهم سؤال بالامتحان، يعني جدا مهمين. الانتركاليت الديسك يا فعليا هي عباره عن شغلتين. اذا بتطلع معي الانتركاليت الديسك موجوده على جزئين، جزء بيكون انا حطيت لك هون بوكسين اسود، بوكس منهم هو عباره عن جزء فيرتيكال عمودي، وبوكس ثاني اسود هو عباره عن هوريزونتال افقي. فاذا فعليا الانتركاليت الديسك هي جزئين، جزء فيرتيكال اللي هو البوكس الاسود الاول، جزء هوريزونتال اللي هو الجزء الاسود الثاني. هلا ضمن الفيرتيكال في عندي جزئين، في عندي تركيب اصفر لفوق وتركيب اصفر لتحت. هلا خلينا نبلش بالفيرتيكال بارت ولا نبلش بالهوريزونتال؟ خلينا نبلش بالهوريزونتال لانه اسهل. هذا هو الهوريزونتال، هذا البوكس اللي فيه تركيب لونها بنفسجي. لاحظ هم زي الايون شانل، هم فعليا عباره عن جاب جانكشن. فبالتالي الجزء الهوريزونتال من الانتركاليت ديسك مكون عندي من تراكيب بنسميها الجاب جانكشن، وهي عباره عن شانلز او قنوات بين الاغشيه البلازميه للخلايا، تسمح عندي بمرور الايونات والمواد والموليكيولز بشكل سهل ما بين الخلايا. دائما يانس وين ما بتلاقي جاب جانكشن، الجاب جانكشن بتعطي اهميه انه هذا الاورجان يشتغل از ايونت بالرغم من انه مالتي سيلولر. شو يعني؟ يعني القلب يامس هو عباره عن مالتي سيلولر اورجان، فيه كثير خلايا، لكن هاي الخلايا بتشتغل مع بعضها البعض از ايونت كوحده واحده. شو السبب اللي خلى القلب يشتغل از ايونت بالرغم من انه مالتي سيلولر؟ وجود هاي الجاب جانكشن. اضافه الى ذلك الجاب جانكشن بما انها بتسمح بمرور الايونات فهي عم تعمل ربط بشكل الكتريكال ما بين خلايا القلب مع بعضها البعض. هلا ضمن الفيرتيكال بار، ضمن البوكس هذا العمودي، انت شايف جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. هلا خلينا نبلش انا وياكم بالجزء العلوي. في عندنا الجزء العلوي هو عباره عن الديزموزوم، هذا هو الجزء العلوي قصدين. هدول عباره عن الديزموزوم. هلا رح تقولي مس انا سامع بهدول الجنكشنز ضمن الابيثيليوم، رح اقول لك نعم، هي مش حكر على الابيثيليوم لحاله، لكن في عندي فروقات ما بين الديزموزوم هون والديزموزوم هناك. هلا الديزموزوم هم عباره عن نوع من انواع الجنكشنز اللي بيربطوا ما بين الكارديك مسل سيل. هدول الديزموزوم بيعملوا ادهيرنج ما بين الخلايا، وتمثل عندي سبوت لايك جنكشن بشكل عام. هلا النوع الثالث او الشيء الفيرتيكال اللي ضل عندي هون، هم عباره عن برضه نوع من انواع الجنكشنز بيشبهوا الزونيولا ادهيرنس اللي كنا ندرسها بالابيثيليوم. تتذكر كنت احكي لك في انواع من الجنكشنز بتكون عامله زي بيلت، زي حزام حوالين الخليه؟ هدول فعليا برضه موجودين عند الكاردياك سيل بشكل عام. نسال حالنا السؤال الشهير، هل الكارديك ماسل سيل بتقدر تعمل هايبر بليجيا، بتقدر تعمل هايبر تروفي؟ تعالوا نسال حالنا السؤال. هلا هل بتقدر تعمل هايبر تروفي، يعني بتقدر تزيد السايز تبعنا؟ اجابتها نعم. عشان هيك احيانا بتسمع بمرض اسمه الكارديك هايبر تروفي اللي هو تضخم عضله القلب. شو سببه؟ سببه انه هدول الخلايا بتعمل abnormal increasing، يعني بتعمل عندي زياده غير طبيعيه في حجم الخلايا بشكل عام. طب نسال حالنا السؤال، هل خلايا الكارديك سيل كارديك ماسل سيل تقدر تعمل هايبرفاجيا، يعني هل بتقدر تعمل عمليه مايتوسيس، يعني تقدر تزيد من النمبر تبعها؟ السؤال تبعنا نو. ليش؟ لانها هي هايلي ديفرنشيتد سيل. حكينا كل ما كانت السيل ديفرنشيتد اكثر بتقل قدرتها على حدوث عمليه المايتوسيس. طب
يعني انا لو صار في عندي انجري بالقلب ما بقدر اعمل ريبير، لو صار في عندي دمج ما بعرف اعمل ريبير. ليه؟ لانه اول إشي حكينا الكارديك ماسل سيلز ان خلايا كثير ديفرنشيتد، فاستحاله يعملوا مايتوسيس. الشغله الثانيه ما عندي ساتلايت سيل زي الكاردي زي السكيلتال، تذكروا بالسكيلتال كنا نحكي في ساتلايت سيل، هون بالكارديك ما عندي ساتلايت سيل عشان تطور. فبالتالي لو اجيت اسال الريجنريشن باور او قدره المسل سيلز انها تعمل ريبير لهذا الدمج، نحكي عنها فور ما بتقدر تعمل. فبدي احكي لك شغله صغيره، بلشوا هلا العلماء يحاولوا ياخذوا مثلا ستيم سيلز، وهدول الستيم سيلز يشتغلوا عليهم باللاب على اساس يقدروا يعملوا ديفرنشيشن لكارديك مسل سيل. ما بتعرف كل شيء جائز، لكن الناتشر في الطبيعه ما بيقدروا يعملوا ريجنريشن. ليه؟ هايلي ديفرنشيتد، ما في مايتوسيس، ما عندي ساتلايت سيل تعود زي اللي موجودين مكان السيل. نحكي عن اخر نوع من انواع المسل وهم السموث مسل. حكينا بشكل عام السموث مسل بنلاقيهم داخل الاعضاء الحشويه للجسم جوا جسمك، على سبيل المثال داخل الاوعيه الدمويه، في جدران الاوعيه الدمويه في عندي سموث مسل. هذول السموث مسل لما يعملوا كونتراكشن رح يصير في عندي كونستراكشن، تضيق في هذا الوعاء الدموي. لما يعملوا ريلاكسيشن يعني بيعملوا دايليشن، بيعملوا توسع في هذا الوعاء الدموي. فهاي احد الامثله اللي بقدر الاقي فيها السموث مسل داخل الجسم. هلا لو اجينا ندرس شكل هدول الخلايا بشكل عام، اطلع معي على الاشكال اللي موجوده عندي هون. هلا بتلاحظ انه السموث مسل سيل هي جايه فيوزي فورم، او بيحكوا لها سبندل. ايش يعني؟ مدببه من الاطراف، عفوا مدببه من الاطراف نعم، ومنتفخه من الوسط. لكن لما تترتب الخلايا فوق بعضها البعض بتلاقي الجزء المدبب من خلية بتداخل مع الجزء الثاني من خلية ثانية، فبتلاقي الخلايا ايش مالها؟ تايتلي باك، يعني كثير ملزقة مع بعضها البعض. هل في عندي استرياشن؟ ما عندي استرياشن. ليه؟ كمان مرة، لأنه ما فيها أكتين ومايوسين. لا يا مس، فيها أكتين ومايوسين، لكن هذول الأكتين والمايوسين مش عاملين أوفرلابينج، مش عاملين تداخل، ما عندي هذول الساركوميرز بشكل عام. طيب زيها زي غيرها من الخلايا بنحكي عنها ساركولما، ساركوبلازم، نفس المصطلحات، ما في اي مشكله. طيب خليني احكي لك شغله، بالغالب نجد السموث مسل داخل جدران التراكيب باجسامنا على شكل طبقتين. تلاقي السموث مسل قاعدين على شكل طبقه داخليه شكلها سيركولر، وطبقه خارجيه شكلها لونجيتيودينال. هلا شو فائده وجود طبقتين؟ وليش السموث مسل مش موجوده على شكل طبقه؟ لانه كل واحده من هدول الطبقات رح تعمل فانكشن معين. الطبقه الداخليه بتكون عندنا سيركولر على اساس انه مجرد ما يصير عندي كونتراكشن بهاي الخلايا يعمل عندي كونستراكشن لهذا التيوب، يعني يتضيق هذا الوعاء الدموي، يتضيق هذا التيوب، هذا الانبوب. بينما الطبقه الخارجيه اللي بتكون عندي لونجيتودينال بمجرد ما تنقبض، انا هلا ماخذ مثال ان هي موجوده داخل الجهاز الهضمي على سبيل المثال. الطبقة الخارجية longitudinal بمجرد ما يصير فيها contraction تعمل حالة اسمها peristalsis. إيش يعني هاي الحالة؟ هي عبارة عن الموفمنت، هي عبارة عن حركة مكونات الأمعاء بداخلها، فبالتالي هي بتساعد عندي بالموفمنت أو بالحركة بشكل عام. هلا إذا بناخذ مقطع طولي، لاحظ كيف شكل الخلايا جاية fusiform فوق بعضها البعض، بينما إذا أخذنا مقطع عرضي ببين عندي rounded profiles، يعني ببين عندي على شكل تراكيب دائرية. بس هدول ال rounded profiles مش كلهم فيهم أنوية. ليه؟ لأنه مش شرط أخذ section من عند النواة، ممكن أخذ section من طرف الخلية فما دخل. وبنفس الوقت هدول ال rounded profiles أو التراكيب مش كلهم لهم نفس السايز. ليه؟ لأنه أنا ممكن أخذ section من الجزء المنتفخ اللي موجود بنص الخلية، ممكن أخذ section من الجزء اللي على الأطراف، يعني اللي هو على الجزء المدبب من هاي الخليه. فبالتالي في عندي اختلافات سواء كان نواه او سواء كان بحجم هدول البروفايل بشكل عام. تخضع السموث مسل بشكل عام الى 3 تحكمات في الجسم. تخضع عندي الى النيرفس انبوت، يعني في عندي السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم بتحكموا بهدول المسل. تخضع عندي للتحكم بالهرمونات وتحديدا اللوكال هرمونز. ايش يعني اللوكال؟ يعني الهرمونات التي تنتج من مناطق مجاورة لهدول السموث مسل سيل. ثلاثة هي عم تعمل تخضع للستريتشنج، يعني لو صار في عندي
ستريتش بهاي العضلة برضو أنا بتحكم فيها، وأشهر مثال عليها اليورينري بلادر. نسأل حالنا سؤال، بما أنه ما في ساركومير كيف تترتب الأكتين والمايوسين؟ هذا هو ترتيب الأكتين والمايوسين في الخلايا السموث. إذا بتطلع في عندي دوائر، هدول الدوائر بسموهم الدنس بوديز. هلأ هدول الدنس بوديز في منهم نوعين، في إشي منهم قاعد تحت السايتو، عفوا تحت غشاء الخلية، وفي إشي منهم قاعد جوا ديب جوا سايتوبلازم الخلية. هلأ اللي قاعدين تحت الغشاء البلازمي بنسميهم سب ممبرينس بودي. إيش يعني سب ممبرينس؟ يعني قاعدين تحت الغشاء للخلية، واللي قاعدين جوا السايتوبلازم بنسميهم انترا سايتوبلازمي. هلأ هدول الدنس بودي فعليا بيشبهوا الساركومي. هلا شايف الدنس بادي كل دائره طالع منها خيوط لونها اسود، هدول الاكتن، وبالنص في خيوط لونها اخضر، هدول المايوسين. فشوف كيف ترتيب الاكتن والمايوسين بالسموث مسلسل، مش جاي على شكل اوفرلابينج بين الاكتن والمايوسين والساركومير وهذا الكلام. نو واي، في عندي دنس بادي، الاتاتشمنت مع الدنس بادي على طول بتسبه السن، وبين السن في عندي التك فيلمنت بشكل عام. فبتلاحظ انه الدنس بادي فعليا ايش هم عبارة عن بايندينج بروتين لمين؟ للأكتن ولا للمايوسين؟ لا للأكتن. ليه؟ لأنه مباشرة مع هدول الدنس بوديز ترتبط عندي الأكتن فيلمنتس عندي بشكل عام. معلومة مهمة، دائما السموث موصل بس تنقبض، شوف معي هاي الرسمة بتصير راوندد ان شيب، يعني بتصير بتفطر شكلها فيوزي فورم مغزلية، بس تنقبض بتصير عندي راوندد أكثر، شكلها بتصير راوندد أكثر. معلومة صغيرة، هلأ آلية الكونتراكشن اللي بتصير عندي بالسموث مثلا لو قارنتها بينها وبين السكلتال اند كاردياك في عندي اختلافات. على سبيل المثال تذكروا لما كنا نحكي في عندنا التروبونين هو البروتين اللي رح يرتبط بالكالسيوم أثناء الانقباض؟ هلأ بالسموث مثلا ما عندي تروبونين، في عندي بروتين ثاني اسمه الكالمودولين. على سبيل المثال في عندي كثير فروقات ما بين آلية الانقباض اللي بتصير بين السموث والكارديك اند سكيلتال ماسلز. طبعا ما رح نتطرق لها، بس ان جنرال اعرف انها مختلفه بشكل عام. السؤال الشهير، هل السموث ماسل تتعرض للهايبرتروفي اند هايبرتروفي؟ تعالوا نشوف الجواب. هايبرتروفي معناها زياده بالسايز. هل السموث ماسل بتزيد من السايز تبعها؟ نعم بتزيد من السايز تبعها، ما في اي مشكله. طب هل بتقدر تعمل هايبرتريجيا؟ هل تقدر تزيد النمبر تبعها؟ نعم بتقدر تعمل هايبرتريجيا، لكن لو اجيت تقارنها بين، يعني اعمل مقارنه بين السموث كاردياك اند السكيلتال، السموث ماسل يا مس اقل ديفرنشيشن مقارنه مع الكاردياك والسكيلتال. السكيلتال حكينا هايلي ديفرنشيتد، الكاردياك حكينا هايلي ديفرنشيتد، فالسموث ماسل موضوع الديفرنشيشن فيها اقل، فبالتالي بيكون ها عندها شويه قدره انها تعمل عمليات الميتوسيس، فبالتالي الريجنريشن باور لها بتكون عاليه مقارنة مع الأنواع الأخرى. خد مثال عليها اليوترس. على سبيل المثال الرحم أثناء البريجننسي مطلوب من خلايا الرحم إنها تزيد السايز وتزيد النمبر تبعها، والرحم هو عبارة عن سموث مثل سل. هلا الجدول هذا عم بيوضح عندي مقارنة بين الريجنريشن باور، يعني بقدرتها على القيام بالهايبرتريجيا والهايبرتروفي ما بين الأنواع الثلاثة، ذكرناهم سابقا لكن احنا لخصناها بجدول موجود عندي حاليا. هيك بكون انا خلصت مع كل الشغلات اللي بتتعلق بالمسل تيشو. طبعا لما تيجي تطلع على مقاطع المسل تيشو تحت الميكروسكوب الموضوع بسيط جدا، يعتمد فقط على انه تشوف موقع النواة، عدد الانوية، في انتركاليت الديسك، ما في انتركاليت الديسك، الخلايا فيوزي فورم على سبيل المثال وهكذا. هلا بس بدي احكي معك شويه عن الشغلات المفروض نركز عليها بالامتحان لما نحكي عن النيرفس تيشو. مثل النيرفس سيستم يقسم الى نوعين، سنترال اند بيريفيرال نيرفس سيستم. هلا لما احكي سنترال معناها جهاز عصبي مركزي، يعني برين سباينال كورد. بيريفيرال يعني جهاز عصبي طرفي، وهي الاعصاب اللي متوزعه عندك في جسمك بشكل عام. بس لو سمحت لما تيجي تدرس النيرفس سيستم بشكل عام حاول ركز قدر الامكان على موضوع الموتور اند سنسري نيورون. ليه؟ لانه في عندي انا فعليا ضمن الجهاز العصبي مبدا اللي هو وجود sensory and motor neurons. ال sensory neurons هم عبارة عن neurons bring sensation من أماكن معينة، يعني بيروحوا بيجيبوا sensation من ال receptor وبيبعثوها لوين؟ بيبعثوها لل nervous central nervous system، حيث أنه ال central nervous system رح يروح يعالج هدول ال informations ويحس فيهم
بناء على ذلك تصدر اوامر. هاي الاوامر تطلع من السنترال نيرفس سيستم وبتروح عندي للإفكتور يعني للتارجت بواسطه موتور النيورون. هلا الفكره يا مس انه النيورونز بشكل عام هم اهم نوع من انواع الخلايا العصبيه. هلا النيورونز في منهم 3 انواع حسب المورفولوجي، حسب الشكل تبعهم. بدي افرجيك اياهم هون. في عندي لا بس طب في عندي هون فعليا 3 انواع من النيورون. في عندي المالتي بولر، في عندي اليوني بولر، وفي عندي الباي بولر. هلا اذا بتطلع على المالتي بولر، هذا النيورون الطبيعي اللي احنا بنعرفه، عنده سيل بودي، في حواليها دندرايت، في عندي اكزون، هذا الاكزون بتفرع. اذا هو عباره عن مالتي بولر نيورون بالوضع الطبيعي. الموتور نيورون يا مس هي عباره عن مالتي بولر نيورون. هلا النوع الثاني هو اليوني بولر. اليوني بولر بتلاحظ انه جسم الخليه عم بيطلع منها زي ستيم، زي ساق صغير، هذا الشورت ستيم. وهذا الشورت ستيم بيروح بيعطي تو بروسيسز، واحده منهم بتكون اكويفالنت تو اكزون والثانيه اكويفالنت تو دندرايت. باي ذا واي هدول اليوني بولر نيورون فعليا هم عباره عن السنسوري نيورون، اللي هم اللي بيجيبوا السنسيشن من اماكن معينه وبيروحوا بيبعثوها للسنترال نيرفس. النوع الثالث اللي هو الباي بولر، فعليا من جسم الخليه عم بيطلع عندي تو بروسس، تبرعين عم بيطلعوا عندي من جسم هاي السلفوبي. من الشغلات اللي بدك تركز عليها يا نس، بدك تركز على وجود المايلين شيث حوالين الاكسون، كيف بيزيد عندي من سرعه ايصال السيال العصبي. بشكل عام مش كل الاكسون، مش كل المحاور العصبيه في حواليها مايلين شيث. في عندي انواع بتكون مايلينيتد وانواع بتكون ان مايلينيتد. هلا المايلينيتد بشكل عام اللي بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال وسرعه نقل السيال العصبي تكون اسرع مقارنه مع الان مايلينيتد. ليه؟ لانه الاكشن بوتنشال فعليا بيعمل جامبينج من نود اوف رانفير تو انذر. طيب معلومه صغيره بس يا مس، هلا في عندي ترتيب النيورون داخل الجهاز العصبي بتكون نوعا ما مختلفه شويه عن الانواع الاخرى من اجسامنا، بحيث انه السيل بوديز لهدول النيورون تتجمع مع بعض البعض، والاكزون تتجمع مع بعض البعض. مجموعه السيل بودي داخل السنترال نيرفس سيستم اسمها نيوكليوس، مجموعه السيل بودي خارج السنترال نيرفس سيستم اسمها يعني نعطيها اسم جانجليون، مجموعه الاكزون داخل السنترال نيرفس سيستم اسمها شاك، مجموعه الاكزون خارج السنترال نيرفس سيستم بنسميها البريفيرال نيرف. هدول الصور هم عبارة عن cross sections أو مقاطع بالبرين وبالسباينال كورد. تلاحظ أنه مبين عندي منطقتين، منطقة لونها فاتح ومنطقة لونها غامق. المنطقة اللي لونها فاتحة هاي بنسميها الوايت ماتر، وهي تمثل الأكسون للخلايا العصبية. المنطقة اللي لونها غامق هاي بنسميها الجراي ماتر، وهي تمثل السيل بوديز للخلايا العصبية. بدي إياك تركز كمان يا مس على شغلة مهمة. زي ما كنا نحكي عندي بالمسلز، في عندي ابيميزيوم اندوميزيوم اند بيريميزيوم، ضمن النير ضمن المسل يعني عفوا ضمن النير ضمن الاعصاب برضه في عندي بيري وابي ونيو واندو، لكن ما بنحكي ميزيوم بنحكي نيوريوم. ايش يعني؟ يعني من النيورون. فبتلاقي كل النير محاط عندي ب ابي نيوريوم، كل بندل محاطه ببيري نيوريوم، وكل نير محاط عندي باندوميزيوم. هاي معلومة جدا مهمة لازم تنعرف. طيب هلا كنت بتمنى ان الوقت يسعفني اكثر عشان اغطي معاكم باقي تفاصيل النيرفس تشو، بس ان شاء الله يا رب يكون واضح من خلال الشروحات اللي قدمناها طول الفصل. اذا حدا عنده سؤال عن النيرفس تشو او غيرها بتفضل يسالني هلا لو سمحتوا قبل ما ننهي المحاضرة. بما انه ما حدا عنده سؤال ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. اتمنى انه كانت مراجعه مفيده، حتى وان غطينا فيها بس المصل، بس بنكون غطينا جزء كثير مهم من ماده الفاينل. يعطيكم الف عافيه وجود لك لكم جميعا بامتحان يوم الاحد. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. حدا عنده سؤال لو سمحتوا قبل ما انهي الميتنج؟ تمام، شكرا لكم، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا.